صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلاص بشكل رسمي بدأ موسم حصاد الذهب الأصفر في معظم محافظات الجمهورية. بدأنا عملية توريد القمح للصوامع والشون المطورة اللي تم تجهيزها عشان توفر مساحات تخزينيه كبيره تستوعب كل الاقماح اللي بيتم توريدها السنه دي ان شاء الله. طبعا الحكومه كانت حددت سعر استرشادي للارداب بقيمه 1600 جنيه، لكن صدر قرار الشهر اللي فات بزياده سعر التوريد ل 2000 جنيه لارداب القمح، وده دعما للمزارعين وتشجيعا ليهم لزياده حجم توريد القمح في الموسم الحالي. يمكن يا شاذلي كان في وقت من الاوقات كان في فجوه كبيره جدا بين السعر اللي بتقدمه الحكومه للمزارعين والسعر السوق. دلوقتي فكره ان الحكومه بتقرب السعر دي نقطه مهمه جدا عشان تشجع المزارعين لتوريد القمح دي. صحيح بكل تاكيد، والحقيقه انه بشاير الموسم السنه دي مشجعه جدا، خصوصا ان الدوله بتستهدف استلام 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين، وفي توجيهات من الحكومه بتسهيل عمليه التوريد وتذليل اي عقبات ممكن تواجه المزارعين، والاهم هو سداد مستحقاتهم. سداد المستحقات بيكون خلال 48 ساعة فقط من توريد القمح للصوامع. إن شاء الله السنة دي يكون عندنا أعلى إنتاجية من محصول القمح، ودي الاستراتيجية الحقيقة اللي بتطمح ليها الدولة المصرية، لأنه القمح بالنسبة لنا هو بيمثل سلعة استراتيجية مهمة جدا. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، في حرص كبير جدا من الدولة المصرية على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة بالقمح لتوفير الأمن الغذائي لكل المصريين. ده طبعا بجانب تحفيز المزارعين على زرع أو زراعة القمح وأيضا توريده للدولة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لهاله ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا هاله. يا صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا جوانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدا الاول جوله كده سريعه في احوال المرور وبعد كده نشوف احوال الطقس. طيب خلونا نبدا مع حضراتكم دلوقتي جولتنا المروريه، وهنبدا من شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه مكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات نسبيه، اما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري نفس الامر على كوبري المطارية القادم من الكابلات. يشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كمان في انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة، بس بتظهر بعض الكثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية قصر العيني، وبعض الكثافات بمحور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران. كمان في أماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير وروكسي وربع العدوية. ناخد بالنا بقى إن في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة اللي هو طريق القطامية القديم لغاية تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم في مطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال إنشاء محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة لغاية الطريق الأوسطي من خلال محمية وادي دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.
في الجيزة هنلاقي أن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية. أيضا المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهيكون فيه سيولة مرورية. لو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة هنلاقي إن فيه كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وبتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. يفضل التوجه لمحور عرابي، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشاهد محور عرابي أيضا كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. نروح مع بعض دلوقتي محافظة أسيوط، قدام مستشفى الجامعة بنشهد هناك سيولة مرورية مكملة لغاية جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية تبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية، وبدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة. هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد شارع 6 على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بيشهد كمان سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي. لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة صباحية هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وقعدتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي شملت إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة في القرى المستهدفة، بجانب طبعا إنشاء 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500-500، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي مستشفى 500-500 أقصى اهتمام، مؤكداً أنه مشروع ضخم بيتم تنفيذه على أعلى مستوى بالتعاون مع المجتمع المدني، ويعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهاً بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة لإنجاح تشغيل هذا المشروع. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان. خلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة،
حيث إن مشروعات المرحلة الأولى شملت إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير شامل ل 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة. ده بالإضافة ل 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء. في مستهل اللقاء تطرق رئيس الوزراء لملف إحياء مسار آل البيت وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويسهم في إحياء المناطق التراثية، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة لا سيما في ظل ما تنفرد به من مباني أثرية وتراثية بتزخر بها، وأيضاً التغلب على التحديات التي تعاني منها بالإضافة لتسهيل حركة المرور في القاهرة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة عليا لإحياء مسار آل البيت وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها وحدائق ومتنزهات والحفاظ عليها من الزحف العشوائي اللي طالها، تحقيقاً لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق بما يعيد لها عمقها التاريخي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان القطاع، نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. وبيأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي واجهها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، فمحافظة الفيوم تم الانتهاء فيها من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بقرى حياة كريمة. في المنيا تم بدء موسم توريد القمح في 42 موقع تخزين. أما في أسيوط فهيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أم القصور لمدة يومين، وفي شمال سيناء هيتم طرح المرحلة الأولى من وحدات إسكان مدينة رفح الجديدة في 25 إبريل اللي جاي. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الفيوم أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بإجمالي تكلفة 312 مليون جنيه. في المنيا أعلنت المحافظة بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 بكافة صوامع وشوان المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين مع تشكيل لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد. وتم الإعلان عن جاهزية 42 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم أخذ الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنة وجاري البدء في تنفيذ مسار محور دشنة الوقف بطول 8 كيلومتر بيبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهي بالطريق الزراعي الشرقي، وبيتم إنشاء الكوبري الرئيسي للمحور على النيل بتكلفة مالية بتبلغ 8 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطاري الغردقة ومرسى علم رحلات طيران تقل آلاف السائحين، وكشفت جداول الوصول امبارح عن استقبال 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 78 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. فأسيوط أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط يومي الثلاثاء والأربعاء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في شمال سيناء أعلنت المحافظة أنه هيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة في 25 إبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، وده ضمن اهتمامات الدولة بجميع مؤسساتها
بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى على رأسها مدينة رفح الجديدة اللي تم إنشائها لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح. في بورسعيد بدأت مديرية التموين في استقبال الأقماح المحلية وده في أول أيام التوريد وسط فرحة كبيرة من المزارعين، وتم استلام 40 طن قمح في أول ساعة من التوريد، ويعد ذلك بداية مبشرة للموسم حيث كان المستهدف في العام الماضي 14,000 طن وتم توريد 16,000 بنسبة تجاوزت 100%، والمستهدف في هذا العام 16,000 طن. شدينا فقرتنا لسه مستمرة مع حضراتكم، هنروح لفاصل سريع جدا نرجع لحضراتكم على طول، استنونا. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في إياب دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2025، وبيستمر لمدة 15 يوم. التقديم هيكون إلكترونياً لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول أو KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس. النهاردة هيلتقي الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع شعبة المخازن وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحي، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز السياحي الحر، مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحي لصالح المستهلك. النهاردة عشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع أتلتيكو مدريد الأسباني في تمام الساعة 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي برشلونة الأسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة. هذه القافلة بتضم 126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضاً المياه المعدنية والمراتب والخيام وكافة الاحتياجات. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من زميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمود، وإيه أخبار هذه الدفعة من القافلة؟ صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. يعني بنتابع معاكم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. من يومين تحديدا تم إطلاق المرحلة الأولى، وكانت بتشمل أكثر من 250 شاحنة بحوالي أكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة. القاطرة أو القافلة النهاردة في مرحلتها الثانية بتنطلق ب 126 شاحنة وفيها أكثر من 2400 طن من المساعدات المختلفة، ولكن خليني أنقل لك دلوقتي مباشرة الشاحنات وهي بتتحرك من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. بتنطلق هذه الشاحنات مباشرة متجهة إلى مدينة العريش، ثم التوجه لمعبر رفح البري علشان طبعا يتم دخول كل الشاحنات دي لأهالينا داخل قطاع غزة، من حيث سواء كانت مساعدات غذائية. احنا بنتكلم ان المرحلة الثانية من القافلة السادسة فيها حوالي 2000 طن من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى حوالي 64 طن من المستلزمات الطبية والمواد الطبية المختلفة. عدد كبير من المساعدات دي تم تجهيزها من كل المؤسسات والكيانات الخاصة والمشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، علشان كل المساعدات دي طبعا تروح لإخواننا في قطاع غزة. كل القوافل الموجودة والشاحنات الموجودة، بنتكلم كمان عن وجود عدد من الأطنان من الملابس و أيضا الخيام والمياه المعدنية، كل الشاحنات دي هتتوجه مباشرة لمعبر رفح. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بدء الأزمة ويعني لم يدخر جهدا في تجهيز أكبر عدد من القوافل. احنا بنتكلم ان دي القافلة السادسة وفي قوافل تانية بيتم تجهيزها
تنفيذها من كل المؤسسات والكيانات التابعة للتحالف ليتم إرسالها مباشرة. كل القوافل دي طبعا بتأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. طبعا الأوضاع هناك في قطاع غزة في نقص حاد وكبير جدا في مسألة الأغذية والنقص الغذائي الحاد، فبالتالي بيتم تجهيز عدد كبير من المواد الغذائية. أكتر الأشياء اللي موجودة في المساعدات الإنسانية دي هي المواد الغذائية بعدد أطنان كبير جدا، سواء اللي اتحرك في المرحلة الأولى من يومين تحديدا أو اللي بيتحرك في المرحلة الثانية دلوقتي من عدد كبير من المواد الغذائية اللي بالتأكيد أهالي قطاع غزة في حاجة ليها في هذه الأيام تحديدا. ثم كمان المستلزمات الطبية، لأن خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية عن الخدمة في قطاع غزة وتدمير عدد من المستشفيات وعدم وجود المستلزمات والأجهزة الطبية، فبالتالي مصر طبعا بتقوم بمجهود كبير جدا في إرسال عدد كبير من المساعدات الطبية والمستشفيات المستلزمات الطبية. في المرحلة الأولى للقافلة كان موجود فيها كراسي متحركة، وكمان موجودة في القافلة الثانية أو المرحلة الثانية اللي بتنطلق دلوقتي، وكنا كمان بنتكلم مع المسؤولين النهاردة. بنك الطعام كمان بيقوم بتجهيز عدد كبير جدا من الوجبات اللي بيتم إدخالها لقطاع غزة مباشرة، وكمان تجهيز عدد من الوجبات اللي موجودة في مدينة العريش في المستشفيات وفي أماكن كمان الإقامة للمرافقين للمصابين الفلسطينيين. فبالتالي جهود مستمرة، ودي رسالة بيؤكد عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التضامن الحكومي والشعبي مع أهالينا في قطاع غزة، سواء بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية أو حتى بالحلول السياسية المستمرة للوصول لوقف إطلاق النار. وما زالت طبعا وإحنا بنتكلم دلوقتي كل الشاحنات بتستمر في الانطلاق من أمام طريق بوابة مصر إسماعيلية الصحراوي، وستنطلق لقطاع غزة لدخول المساعدات دي داخل القطاع. خلينا اقول لك كمان ان مسؤولين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي التقينا بيهم النهارده بيؤكدوا على ان التحالف هيستمر في دعم الاشقاء داخل قطاع غزه بمزيد من المساعدات الانسانيه اللي هيتم تجهيزها، سواء اللي هتنطلق من هنا او حتى في هناك عدد من الشاحنات اللي موجوده في معبر رفح البري لدخولها لقطاع غزه، وكمان الدعم الشعبي اللي موجود داخل مدينه العريش للمصابين والمرافقين الفلسطينيين. فاحنا بنتكلم على مجهود كبير بيتم من الدولة المصرية طبعا في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية دخولا لمعبر رفح ثم للأشقاء في قطاع غزة. يعني هذه هي الصورة والتفاصيل الخاصة، ولازالت كما تحدثنا بدخول مزيد من الشاحنات، 126 شاحنة اليوم في المرحلة الثانية من القافلة السادسة، أكثر من 2400 طن من المساعدات المختلفة، فيهم بس حوالي 2000 طن من المواد الغذائية، مع كل المساعدات طبعا اللي دخلت في معبر رفح. بنتكلم عن أن 80% من المساعدات اللي دخلت الأشقاء داخل قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري هي مساعدات مصرية، 80% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية، بالإضافة إلى حجم الشاحنات أكثر من 20,000 شاحنة دخلوا بالفعل من بوابة معبر رفح، وكل الشاحنات اللي بتتوجه من القاهرة ومن المحافظات المختلفة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنضم طبعا لأسطول الشاحنات اللي موجود سواء في مدينة العريش أو معبر رفح للدخول لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. دي الصورة ودي التفاصيل من خلال القافلة اللي انطلقت دلوقتي متوجهة لمعبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ومجهود كبير من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دي الصورة، وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية شاذلي وجمانة. زميل عزيز محمود جميل، بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وايضا على نقلك الصوره لينا، وهو مشهد مش غريب على مصر الحقيقه. طبعا كمان الشكر موصول لكل القائمين على تجهيز هذه القافله والقوافل السابقه ايضا المساعدات القادمه زي ما حدثتنا يا محمود، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا هنروح مره ثانيه لهال عشان نتعرف منها على حاله الطقس بالتفصيل، اتفضلي. شكرا شاذلي. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل الحراره على السواحل الشماليه الشرقيه، وبالليل الجو هيكون مائل البروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد
لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة، درجة الحرارة في القاهرة 31، أيضا هي نفس درجة الحرارة في معظم مدن القاهرة، مدن المصرية والمحافظات. فالارتفاع في درجات الحرارة ده، هل دي موجة مؤقتة وبعد كده بيرجع الجو يستقر، ولا مكملة معنا شوية؟ طيب، هو بالفعل طبعا في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، والارتفاعات دي بدأت ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة. اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات عن أمس بمعدل درجة، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية. ويمكن كمان طبيعة ان احنا خلاص في نص تاني من شهر ابريل بتبدأ المعدلات الشهرية ترتفع، فبنبدأ نلاحظ ان السماء الأساسية ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن طبعا مش تجاوز مش لدرجة الـ30 والـ31. مش بتوصل للـ30، احنا اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. فالارتفاعات دي هتكون ارتفاعات مؤقتة، ثم تعود تاني درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بإذن الله. لكن الارتفاعات دي مكملة معانا لي يعني يوم الخميس والجمعة الجايين، يعني مكملة معانا لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. ويمكن الارتفاع الملحوظ أكتر هيكون بكرة الأربعاء إن شاء الله، يعني احنا متوقع بكرة الأربعاء نسجل أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع كله، واللي متوقع إن هي توصل 35 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى. بالفعل أجواء أشبه بالأجواء الصيفية، لكن نسب الرطوبة منخفضة، لأن احنا هنتأثر بكرة بشكل كبير بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية على سطح الأرض. ده هيؤدي للارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة. حتى كمان محافظات الصعيد هتتجاوز 37 و38 درجة مئوية فترة النهار بأجواء شديدة الحرارة. غدا الأربعاء إن شاء الله شديدة الحرارة فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل، لكن لسه النهاردة الأجواء هنحس إنها حارة فترة النهار مائلة للبرودة في فترة الليل. وهنلاحظ فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 درجات في القاهرة الكبرى، فلسه في بعض البرودة في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، ودي مهم جدا ناخد بالنا منها. كمان اليوم خلينا بس ننوه عن الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية اليوم كانت شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأثرت بشكل كبير على الرؤية الأفقية وأدت انخفاض كبير في الرؤية الأفقية ساعة بالكثير. على أغلب الطرق الشبورة المائية هتتلاشى مع طبعا سطوع أشعة الشمس، والرؤية الأفقية هتتحسن على أغلب الطرق بإذن الله. بكرة الأربع متوقع مع الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة يكون في نشاط لرياح وسرعاته تتجاوز 40 كيلو متر على الساعة، ويكون مثير للرمال والأسربة. فهنلاحظ بكرة نشاط رياح مثير للرمال والأسربة في معظم المحافظات الشمالية، وقد يؤدي كمان لتدهور رؤية أفقية في المنطقة الغربية، سواء حنا الشمالية الغربية أو الصحراء الغربية. فعشان كده مهم جدا بننصح كل السادة المواطنين مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، فاحنا خارجين بكرة مهم جدا ارتداء الكمامات، القيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية، إذا كان الشبورة المائية فترة الصباح الباكر أو حتى غدا الأتربة والرمال المصارة. وبنأكد رغم ارتفاع قيم درجات الحرارة بلاش ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، يفضل ارتداء الملابس طبعا الخريفية الشتوية الخفيفة، خاصة لو احنا بنخرج فترة الليل أو فترات الصباح الباكر. مع يوم الخميس تعود تاني درجات الحرارة للانخفاض، لكن طبعا مش الانخفاضات ملحوظة، لا هتعود الانخفاض هي ما بين 29-30 درجة مئوية فترة النهار لعظمى على القاهرة الكبرى بإذن الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا ياريت ناخد بالنا فيها هذه الفترة لتشهد بعض التقلبات الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة درجة الحرارة العظمى فيها 31 والصغرى 19، أيضا في العاصمة الإدارية 31-19، الإسكندرية 30-18، والعلمين الجديدة 29-17، مطروح 28-17، ودمياط 26-17، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-18، السويس 31-17، والعريش 27-17، كاترين 25-12، وطوبة 31-20، حلايب 28-22، وشلاتين 31-20، شرم الشيخ 32-22، والغردقة 31-21.
الفيوم 30-15، بني سويف 31-15، الوادي الجديد 34-20، وفي أسيوط 32-16، سوهاج 32-17، وقنا 35-19، الأقصر 35-19 أيضا، وأسوان 35-20. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية شاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا، انطلق موسم حصاد وتوريد محصول القمح في المحافظات، وتم فتح نقاط استلام وتوريد القمح المحلي واللي بتتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر، مع التوجيه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية. صباح الخير على حضرتك أستاذة فايزة. ولو حضرتك في البدايه كده تعرفينا اجمالي المساحات المزروعه بالقمح عندكم قد ايه في المحافظه؟ هو المزروعه طبقا لبيانات الزراعه طبعا 394 الف فدان. 394 الف. هل المساحه زادت ولا هي نفس المساحه بتاعت السنه اللي فاتت؟ هو على الاحصائيه بتاعتهم انها زادت. تمام. طيب يا فندم، بالنسبه للصوامع والشؤون التخزينيه بالمحافظه، اولا بالنسبه لتجهيزها وصلت عددها لكام لاستقبال توريد القمح؟ عندي دخل معايا في التوريد السنه دي 12 صومعة، منهم 4 حقليه والباقي 8 صوامع كبيره. بالنسبه لتجهيزهم دول صوامع. بالنسبه للمراكز التجميع عندي بما فيهم الصوامع وصلنا ل 56 نقطة لتجميع القمح السنة دي إن شاء الله. طيب معلش عشان نفهم العملية أكتر يا أستاذة فايزة، القمح بعد المزارعين ما بيحصدوا القمح من الأرض، المراحل بتوصل إزاي لحد ما يوصل للصومعة في النهاية؟ هو الفلاح متعود إن هو بيحصده وبيعبيه وبيدرسه بعد كده، ماشي، يعبيه في شكاير. تمام. يا اما هو بعد كده بيجيبه للشونه او الصومعه، او تاجر بيشتريه منه وبيوصله للشونه او للصومعه. علشان كده احنا بنفتح مراكز كبيره في محافظه الشرقيه منتشره في انحاء المحافظه، علشان نبقى يكون اقرب نقطه للفلاح او للمزارع. دي اللي هي مراكز التجميع بقى يوصل لها. طب يا فندم، حضرتك قلتي انه بالنسبه للمساحه المزروعه يعني حسب هذه الاحصائيه، انتم متوقعين ان انتم يتورد لحضراتكم قد ايه تقريبا؟ والله احنا بنتمنى ان ربنا ان شاء الله تكون طبعا دي احصائيه مديريه الزراعه عندنا اللي بتقولها على الارض المزروعه، لكن التوريد ان شاء الله احنا منتظرين. يعني هل في رقم معين احنا بنقارن بيه؟ يعني السنه اللي فاتت مثلا في نفس التوقيت تم توريد رقم كذا، هل احنا مستنيين نفس الرقم، مستنيين اكبر؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون نفس الرقم او يزيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق ان شاء الله، ويعني مع شمين ربنا ان شاء الله ان الانتاجيه بتاعت الفدانه تكون اعلى شويه عن السنه اللي فاتت. فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نجمع محصول القمح، لان طبعا القمح ده محصول استراتيجي بالنسبه لمصر كلها، لان القمح دون هو الرغيف اليومي بتاع المواطن. يعني القمح اللي بنجمعه في موسم القمح دون هو يعني اللي بيصنع منه الرغيف بتاع المواطن. طبعا اكيد بتاع كل يوم الصبح. اكيد. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذه فايزه عبد الرحمن وكيل وزاره التموين بالشرقيه، شكرا لحضرتك يا فندم. في تحذيرات مهمه جدا اعلن عنها مركز معلومات المناخ بخصوص ارتفاع درجات الحراره وتاثير ده على المحاصيل الزراعيه، ووجه نصائح للمزارعين لتفادي اي تداعيات سلبيه على المحاصيل ممكن تؤثر على هذه المحاصيل. يا جماعه خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا يا فندم. صباح الخير استاذه جمانه. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير وسلامة. وحضرتك بخير يا فندم. يعني برضه خلينا نطمن الساده المشاهدين ونطمن المزارعين، ايه طبيعه المنخفض السطحي وارتفاع درجات الحراره وتاثيرها على المحاصيل؟ هو طبعا يعني معروف ان فصل الربيع وفصل اصبح فصل متقلب بسبب تغير المناخ، وبالتالي هناك بعض الموجات احيانا بتبقى صيف مبكر، كل فتره تيجي موجه تنتهي، تيجي موجه وتنتهي وهكذا. متوقع من ضمن هذه الموجات ان شاء الله
ان في ارتفاع يعني مؤقت، هو ارتفاع كبير ولكنه مؤقت، بكره الاربع بحوالي من 6-7 درجات، طبعا دي قيم كبيره في مثل هذا الوقت من السنه. هذا الارتفاع الكبير جاي برضه في توقيت مهم بالنسبه لمعظم الزراعات الموجوده، لان انا فعليا في ما يسمى بثوره الموسم الزراعي، عندي محاصيل مهمه، كنا حضراتكم لسه بتتكلموا على محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه جدا، واللي الحمد لله بدانا في موسم الخير، موسم الحصاد خلال الفتره اللي جايه. فاول نصيحه لكل مزارعي القمح الغاليين، ان يعني لو في حصاد بكره للقمح المبكر او القمح اللي مزروع في الظهير الصحراوي، يعني نتوقف عن الحصاد بكره، لان بكره احتمال يكون فيه برضو مصاحب لارتفاع الحراره الكبير، هيبقى فيه سرعات اللي هي هبات رياح نشطه وهي كمان جنوبيه، يعني احتمال تكون محمله بالاتربه، وبالتالي هيبقى فيه مشكله لموضوع الحصاد طبعا مع زياده سرعات الرياح. حتى لو الناس اللي حصدوا والنهارده يعني جامعات بكره عايزين يعملوا حاجه اسمها الدراسه ان هو يدرس القمح، طبعا مع سرعات الرياح الهواء العاليه اتمنى ان هم ياجلوا العمليه ديت ليوم الخميس بالنسبه للوجه البحري، واليوم الجمعه بالنسبه للوجه القبلي او يوم السبت، لان الحركه كلها والارتفاع كمان هيستمر معانا في الوجه القبلي ليوم الخميس. دي اول نصيحه مهمه جدا. النصيحه الثانيه طبعا، ودي نصيحه برضو مهمه لباقي التراكيب المحصوليه، انا بتكلم على ان انا في مرحله مهمه جدا جدا لمحصول الفاكهه، المانجا والزيتون والنخيل والتين والبرقوق، كل الفاكهه والموالح كمان في موسم التزهير وموسم العقد، فدي فتره حساسه جدا، عشان كده دايما بتيجي في الربيع، الربيع فصل معتدل، فهي الفتره دي بتيجي في الربيع، الربيع دلوقتي ما اصبح فصل متقلب، وبالتالي مهم جدا يكون في ريه مهما اليوم او بكره صباحا لمعظم هذه التراكيب المحصوليه، ان لم يكن في ريه حصلت خلال الايام اللي فاتوا، اتمنى ان يضيفوا مع الميه مركبات مهمه زي الفولفيك وغيره هم عارفينها، عشان يعمل استقرار لسريان العصاره. النقطه الاهم بقى في الموضوع كله، ان مع الارتفاع الكبير في حراره النهار ما زال الجو بالليل يعني نقدر نقول ربيعي او مائل للبروده في الاماكن المفتوحه وفي مناطق الشمال، وبالتالي في هنا يعني ممكن يبقى في يعني ممكن ننخدع شويه في حراره النهار، فبرضه نخلي بالنا من طبيعه اللبس بالليل سواء مزارعين او غير مزارعين، دي نقطه مهمه يجب الحفاظ عليها، يعني دي اهم التوصيات للفتره دي، وان شاء الله الحمد لله ان هي موجه مؤقته جدا لمده يوم او يومين بالنسبه للصعيد، وبالتالي ان شاء الله مش متوقع ان يكون لها اضرار كبيره يعني. تمام. طب هل مثلا اللي ما يرويش بالنهار بسبب ارتفاع درجات الحراره ممكن يروي بالليل؟ دي معلومه كويسه بالنسبه للقمح المتاخر اللي باقي له رايه كمان. طبعا مع السرعات العاليه الرياح بيخافوا يروي القمح الرايه الاخيره عشان ما يحصلش حاجه اسمها رقاد، يوم يحصل مشكله للمحصول، وبالتالي سرعات الرياح هتهدأ نوعا ما الخميس في مناطق الصعيد، وهتهدأ يوم الجمعه نوعا ما برضو في بحري، وبالتالي ننصح اهالينا مزارعين القمح المتاخر المزروع بعد بدايه ديسمبر او بعد نص ديسمبر انه يعمل ريه على بعد الساعه 8 او 9 مساء، وعلى حسب المنطقه طبعا، ومعانا اتباع لغايه الفجر، ده مهم جدا عشان ما يحصلش موضوع الرقاد. طب ده ممكن ياثر على القمح في ايه موضوع الرقاد ده؟ طبعا هو المزارع عارف جدا، وبالمناسبه الحمد لله يعني بسبب توصيات وحده الانذار المبكر بوزاره الزراعه في مركز معلومات تغير المناخ، المزارع مش متعود يروي الرايه الخامسه، الرايه الاخيره، مع انها رايه مهمه جدا للقمح، لانها بتزود من الارداب بالاثنين، الارداب ب 150 كيلو يعني رقم كبير، والارداب بالدوله مسعره ب 2000 جنيه السنه دي برضه رقم كبير، وبالتالي ما بيرضاش يروي الرايه الاخيره، بيخاف لا يحصل رقاد، يحصل رقاد القمح يعني الحبوب بتضمر نوعا ما، وما يجي يحصد بيحتاج كمان نفر او نفرين فيزود تكاليف الحصاد، لان القمح اللي رائد غير القمح القائم، القائم كمان ممكن كمان يحصده بالمكنه. ما تزود ايه المشكله؟ ايه المشكله لو زودت تكاليف الحصاد؟ ما هي من الناحيه الثانيه هتزود له كام ارداب؟ لا مش هيزود ارداب، هو هيزود تكلفه فقط، كده كده المحصول الموجود موجود، هو المزارع برضو يعني ذكي قوي في حته التكلفه الاقتصاديه، ولكن احيانا بيكون مجبر، فهو يقول لك بدل ما ادفع واعمل واروح واجي مش هروي، طب انت هتخسر اردبين، بس في نفس الوقت اروي في المواعيد المحدده اللي بمركز معلومات تغير المناخ وزاره الزراعه بيقول لكم عليها، والحمد لله كتير من المزارعين ملتزمين، وعلى فكره يعني الانذار المبكر هو منظومه مهمه جدا في الزراعه، وبدات الدوله تهتم اهتمام كبير بيها على مستوى اكبر، وان شاء الله باذن الله قريبا هيغطي كل معلومات الانذار المبكر، تغطي مساحات كبيره من الاراضي المزارعه ان شاء الله. طيب دكتور محمد، يعني في هنا كمان نقطه مهمه قوي، فكره التواصل مع المزارعين، ايه اليات التواصل مع المزارعين
وتعرفهم بكل هذه النقاط، يعني إن كان تغيرات المناخ، شرح كيفية التعامل بشكل مناسب مع المحاصيل، إزاي بيتم التواصل معهم؟ طيب تمام قوي كده. يعني اللي حضراتكم بتعملوه دلوقتي ودي معروف على التلفزيون المصري والقناة الأولى وبرنامج حضراتكم، دي مسؤولية مجتمعية مهمة جدا. تخيلوا إن في ملايين المزارعين دلوقتي بيسمعوا التوصيات اللي احنا بنقولها، فدي احد الوسائل المهمه اللي المزارع بيعتمد عليها. الوسائل الثانيه والمزارع اصبح في الوسائل ديت يعني بيشوف المعلومه وبيقدر يجيبها، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التطبيقات اللي وزاره الزراعه في تطبيق اسمه هدهد بينزل عليه كل هذه التوصيات، وبالتالي في مصادر كثيره لا تعتمد زي زمان على المرشد اللي بيلف في الغيطان. يعني الموضوع ده يعني مش هيوصل بس بجانب مواقع التواصل يا فندم، في طرق مباشره، يعني في طرق تواصل مباشر مع المزارعين؟ طبعا طبعا. مع حياه كريمه في مراكز الخدمات الارشاديه الصحيحه الحديثه قصدي، في شاشات موجوده في الجمعيات الزراعيه، عشان كده حياه كريمه ما سابتش اي مجال من المجالات الا وطورته الحمد لله. فهذه المعلومات بتتنشر كمان للجمعيات الزراعيه الموجوده اللي تم انشائها فعليا، او بتوصل من خلال برضه ما زال بتوصل من خلال الارشاد الزراعي، وبتوصل من خلال الجمعيات الزراعيه، وبتوصل من خلال الادارات الزراعيه. حتى هذه اللحظه ما زالت بتوصل للمزارع، ولكن عشان ما بتوصلش لكل المزارعين فاحنا بنعتمد اكتر على الوسائل الرقميه والالكترونيه، ودي سمه العصر دلوقتي، ان يعني هي الزراعه مش بعيده برضه عن التحول الرقمي وعن اللي بيحصل في الارشاد الالكتروني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين. تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس. ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بالأوضاع في غزة. وخلال استقباله كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريت كاخ، شدد شكري على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلا عن ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات. استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع استقبلت الشهداء والمصابين. كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال غزة، وحاصرت مدرسة تأوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم. ووصلت القوات الإسرائيلية إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تسعى إلى اتفاق لتبادل المحتجزين من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. في المقابل أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال تسعى للتوصل لاتفاق للإفراج عن محتجزيها تستأنف بعدها حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة، منوها إلى أن قوات الاحتلال فشلت مرارا في الإفراج عن محتجزيها بالقوة. وأكدت الحركة أنه لا بديل عن صفقة تبادل حقيقية، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجازر، مشددة على أنها لن تتنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم.
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء العراقي في واشنطن، أكد بلينكين أنه يعمل على منع التصعيد في المنطقة مجددا. وأضاف بلينكين أنه خلال 36 ساعة التي تلت الهجوم، قامت الولايات المتحدة بتنسيق رد دبلوماسي سعيا لمنع التصعيد، مؤكدا على استمرار اتصالاته مع نظرائه بالمنطقة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل وحماية قواته في المنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي أن بكين تعتقد أن إيران ستكون قادرة على التعامل مع الوضع بشكل جيد وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب مع الحفاظ على سيادتها، في إشارة إلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل الحالي. وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار. التقى المستشار الألماني أولاف شولتز في بكين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته للصين. وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد طالما احترم كل منهما الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحيه الخلافات جانبا. وكان شولتز قد أكد في وقت سابق أن اجتماعه مع الرئيس الصيني سيركز على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. وزارة الصحة كشفت عن تفاصيل موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي لعام 2024 واللي بتقدم خدمات طبية لأكثر من 70% من المصريين وبتشتغل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين. عايزين نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ جمانة، كل سنة وحضراتكم ومشاهدي حضراتكم بألف خير يا رب. يا أهلا بك يا فندم حضرتك. طيب المبادرة الرئاسية الأساسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الحياة الكريمة للمواطن المصري، وجزء من الحياة الكريمة هي الحياة الكريمة الصحية والتغطية التأمينية الصحية الشاملة. وإحنا عندنا قانون التأمين الصحي اللي صدر 2018 وبدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يمكن من 2019 بستة محافظات، و النهارده داخلين في خمس محافظات تانيين. ده منظومه التامين الصحي الجديد، لكن في نفس الوقت واحنا شغالين بتوجيهات السيد الرئيس في تطبيق منظومه التامين الصحي الجديد، هناك منظومه للتامين الصحي قائمه منذ الستينات بنعمل دائما على تطويرها وتحسينها عشان نوصل في النهايه عندما ياتي المعدل او الوقت الزمني لتغطيه تامينيه شاملة لكل المواطنين على الأراضي المصرية. فواحدة من التطوير الذي حدث في العام الحالي والعام الماضي هو قرار الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضبط سيادة جديدة للتأمين الصحي. النهاردة بنتكلم على ارتفاع معدل التغطية التأمينية بعد ما كانت ما يقرب 53 مليون، قربنا من 70 مليون من خلال تقريبا 68 مليون و9 من 10 لما ضمينا فئات جديده اللي هي بنتكلم على المزارع وعمال الزراعه. الدكتور حسام، الدكتور حسام صوت حضرتك مش واضح، اتفضل يا فندم.
نتكلم على المزارعين والفلاحين كفئات جديدة، سائقي التاكسي والميكروباص، العمالة غير المنتظمة، أعضاء النقابات المهنية من الفنانين والتشكيليين والممثلين، كل دول تم ضمهم لمنظومة التأمين الصحي الحالي عشان يرتفع عدد المؤمن عليهم من ما يقرب من 52 أو 53 مليون لرقم قريب من 70 مليون. في نفس الوقت هناك زيادة في الموازنة الخاصة بالتأمين الصحي الحالي بما يقرب تقريبا من 14%. السنة اللي فاتت كانت الموازنة 35 مليون و9 من عشرة، النهاردة بنتكلم على 42 مليون و500 ألف تقريبا. ده عشان يغطي الفئات الجديدة وفي نفس الوقت عشان نقدر ان احنا نوفر الأدوية والعلاجات والمستلزمات المؤمن عليهم مع تغيير سعر الصرف وحدوث ارتفاع في الاسعار. ده بيحقق ايه؟ ده بيحقق تغطيه تامينيه لاكثر من 70% من الشعب المصري، بيحقق جوده في الخدمه، بيحقق حياه صحيه كريمه للمواطن المصري. طيب دكتور حسام، يعني حضرتك ذكرت انه بالفعل تم ادخال فئات جديده ضمن منظومه التامين الصحي، لكن بالنسبه للخدمات هل في تطوير للخدمات او في خدمات اضافيه زادت؟ احنا النهارده مش بس كمان زي ما حضرتك قلتي وشكرا للسؤال، احنا مش بس بنتكلم على توسع افقي في التغطيه، لكن كمان بنتكلم على توسع نوعي مش بس كمي، وهو زيادة الخدمات الصحية المقدمة من حيث يعني النهارده بقى عندنا العمليات القصاطر المخية، بقى عندنا عمليات القلب من خلال القصاطر القلبية اللي بنسميها الفار. النهارده هناك عمليات أكثر تعقيدا، هناك خدمات أكثر صعوبة تم دخولها في منظومة التأمين الصحي، وده بيرتبط ب زيادة الإنفاق على منظومة التأمين الصحي. طيب في محافظات جديدة يا فندم هتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريب؟ امبارح كان في اجتماع لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبنتكلم على إضافة محافظات المرحلة الثانية اللي هي خلال الفترة القريبة القادمة، بنتكلم على خمس محافظات تانيين هيدخلوا في منظومة التأمين الصحي من بينهم مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، دول داخلين في المنظومه خلال الفتره القريبه القادمه عشان يبقى عندنا ما يقرب من 11 محافظه، تقريبا ده يقرب من نصف عدد المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور حسام، يعني في كمان عامل مهم جدا الحقيقه في قطاع الصحه هو فكره العاملين بهذا القطاع، فكره تاهيل الاطباء ومقدمي الخدمه بشكل عام، لو هنتكلم على المنشات او حتى الاطباء والممرضين وما الى ذلك، ايه اللي حصل في هذا الملف تحديدا؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه ركن اساسي من اركان الخدمه الصحيه هو مقدم الخدمه الصحيه، الفريق الصحي بداية من الأطباء وكل الفريق المعاون أو الفريق الصحي المعاون في تقديم الخدمات الصحية. النهارده بنتكلم على تأهيل طبي مستمر مش بس مرتبط بالدراسات العليا والماجستير والبورد والزمالة وكمية الملتحقين بيهم، لكن كمان بنتكلم على تدريب مستمر بنسميه تطوير مهني مستمر على كل ما هو حديث في مجال تقديم الخدمه الصحيه في العمليات. النهارده عندنا المجلس الصحي المصري وده انشئ بقانون لزياده كفاءه العاملين في المجالات التخصصيه في القطاع الصحي بالاضافه الى قطاع التدريب وزاره الصحه والسكان. النهارده بنتكلم على ارقام زادت على اجمالي الفريق الصحي ما يقرب من 15 ل 20 ألف سنويا بيتم تدريبهم في الفريق الصحي على كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات الصحيه. طيب جزء قد يكون معروف بالنسبه لابناء المحافظات اللي اشتركوا بالفعل في نظام التامين الصحي الشامل الجديد، لكن بالنسبه للمحافظات الجديده اللي لسه هتدخل عشان نشجع الناس اكتر ان هي تنضم لهذا النظام اللي هو نظام التامين الصحي الشامل، ايه الخدمه اللي بيحصل عليها المواطن من خلال وجوده في هذه المنظومه منذ ذهابه للمستشفى؟ يعني هو لسه داخل عشان يكشف، ايه الخدمه اللي بتقدم ليه؟
هو في البداية بيبدأ بالتسجيل في المنظومة. التسجيل في المنظومة ده بيخلينا إن إحنا ويمكن دي كانت دراسة عاملاها منظمة الصحة العالمية في خلال في سنة 2021. النهاردة بعد سنة واحدة من تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد، نسبة إنفاق المواطن من جيبه على الخدمات الصحية قلت بنسبة 20% ده بعد سنة. فالنهاردة بعد 4 سنين نقدر نقول إنه تقريبا لم يعد هناك إنفاق من الجيب على الخدمات الصحية. فأنت تتلقى الخدمات الصحية سواء بداية من الرعاية الأولية اللي مرتبطة بالكشف من خلال طبيب الأسرة أو وحدات الأسرة، ولو لا قدر الله احتجت إلى فحوصات كل ده بيتم تحويلك من المستشفيات، ولو لا قدر الله احتجت تدخلات جراحية أو احتجت حتى علاج الأسنان النهارده داخل في منظومة التأمين الصحي الجديد. فأنت بتتكلم على رعاية صحية بداية من الإحساس بالمرض والذهاب إلى الكشف عند في وحدة الرعاية الأساسية، وانتهاء بلا قدر الله إذا احتجت أي نوع من أنواع التدخلات الجراحية أو الفحوصات التي نحتاج إليها للوصول لتشخيص دقيق ومن ثم علاج لتخفيف الخلل. دكتور حسام، بالنسبه للخدمات النوعيه اللي بتقدم للسيدات، يعني تقريبا في 48 مليون و500 او 400 الف زياره للسيدات ضمن المبادره الرئاسيه لتطوير صحه المراه منذ انطلاقها في 2019 ويعني حتى شهر مارس. بالنسبه للخدمات اللي بتقدم للسيدات يا فندم، ايه هي؟ طيب حضرتك النهارده بتتكلمي على المبادره الرئاسيه لصحه المراه المرتبطه بالكشف المبكر والتشخيص المبكر في اورام الثدي. فاحنا النهارده اورام الثدي تحديدا يمكن من الاورام التي تصل نسبه الشفاء فيها الى 100% في حال اكتشاف المبكر. ولهذا زيارات المراه من سن 18 سنه في الكشف او الاستفاده بمبادره السيد الرئيس لصحه المراه اللي بتشمل الماس، تشمل الفحص الكلينيكي، تشمل عمل الأشعة في الماموجرام، ثم إذا لا قدر الله كان في أي نوع من أنواع الإصابة أو أي نوع من أنواع الاشتباه يتم التحويل لأكثر من 30 مركز من مراكز العلاج الأورام للتعامل بشكل مباشر، سواء بقى ما في حال احتياج إلى عينات أو في حال احتياج إلى أشعة أكثر تخصصية. ولو لا قدر الله في أي نوع من أنواع الإصابة السرطانية بيتم تقديم العلاج بالمجان تماما. وده اللي خلانا ننزل باكتشاف سرطان الثدي من لما كنا بنكتشف ما يزيد عن 69% من المصابات في المرحله الرابعه اللي هي لو وصلنا المرحله الحقيقه يصعب فيها العلاج ويصعب فيها الشفاء، نزلنا الى ان النهارده بقى عندنا الاكتشاف في المرحله الرابعه لاقل من 20%، والنسبه الاكبر يتم اكتشافها في مراحله الاولى اللي بتساوي تمام الشفاء بعد تلقي العلاج. تمام. طيب للمنظومه التامين الصحي الشامل بتتعامل مع المستشفيات الحكوميه سواء المستشفيات الجامعيه او مستشفيات وزاره الصحه، مظبوط؟ هل في اي نوع من انواع التواصل مع المستشفيات بتاعه القطاع الخاص؟ هناك شراء للخدمه. يعني في حال اذا كانت الخدمه غير متوفره في المستشفيات التابعه للتامين الصحي او المستشفيات المملوكه للدوله، يتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص او المستشفيات حتى المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحيه للمؤمن عليه التي لا تتوافر في منظومه التامين الصحي او في المستشفيات التابعه للتامين الصحي. نعم، هناك تعامل بشكل مباشر وتعاقد على تقديم الخدمه سواء في مع المستشفيات القطاع الخاص او مستشفيات المجتمع المدني. دكتور حسام، اخيرا بنقول خدمات بتقدم، خدمات طبيه تقدم لاكثر من 70% من المصريين. خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين، هل هناك اي شروط للالتحاق بمنظومه التامين الصحي؟ ما هو منظومه التامين الصحي احنا النهارده بنتكلم على فئات بيتم ضمها للمنظومه. يمكن احنا الحقيقه مصر تكاد تكون هناك منظومه تامينيه لتغطيه كل المواطنين، لانه اللي مش ملتحق بفئات التامين الصحي سواء كانوا من الموظفين او الاطفال، ودي مساله مهمه، كل الاطفال منذ ولادتهم
لحد اما يخلصوا الثانويه العامه بشرط استمرارهم في الدراسه مؤمن عليهم. وبالتالي بنتكلم على الموظفين، بنتكلم على الاطفال، بنتكلم على الفئات الجديده التي تم ضمها العماله غير المنتظمه، سائقي التاكسي والميكروباصات، اعضاء النقابات المهنيه، كل دول هي فئات مضمومه للتامين. طب في حال اذا ما كان المواطن غير متمتع بتغطيه تامينيه، بيحصل ايه؟ بيتم تغطيته من خلال العلاج على نفقه الدوله، دي منظومة تأمينية أيضا، فهي العلاج على نفقة الدولة. إحنا تقريبا النهاردة بنتكلم على تغطية تأمينية لما يطلب من كل المواطنين على الأراضي المصرية، لأنه إذا ما كنتش متمتع بالتأمين فأنت من حقك أن يتم علاجك على نفقة الدولة. كل الشكر لحضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا يا فندم. نروح لقباب المحروسة ومأذنها اللي كانت محور لمعرض مهم بيستضيفه قصر الأمير طاز، واللي بيرصد من خلال عدد من الصور الفوتوغرافية جمال قاهرة المعز ومدينة الألف مئذنة. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذا المعرض والهدف من إقامته أيضا من المهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري. يا باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا أهلا بيك، لو في البداية عرفنا تفاصيل أكتر عن هذا المعرض والهدف من إقامته. احنا طبعا يوم 18 و19 بنحتفل باليوم العالمي للتراث، وده يوم بيحتفل به العالم من خلال منظمة اليونسكو، اختارت اليوم ده للاحتفال باليوم العالمي للتراث. واحنا بنشارك كل سنة بفعالية بترصد أهمية التراث المعماري والعمراني في مصر. السنة دي اخترنا العنصر بنعتبر هو العنصر المؤثر واللي له تأثير كبير عبر التاريخ، وهي عنصر المأذنة والقبة في العمارة الإسلامية. ورصدنا من خلال الصور، فكانت صور تاريخية كانت أعدتها لجنة حزب التراث العربية، وهي لجنة كانت لها دور كبير في تسجيل التراث المعماري والعمراني والآثار في مصر. خدنا مجموعة من الصور بترصد مراحل تطور تصميم المأذنة والقبة على مستوى العصور المختلفة، بدءا من العصر الصحيح ثم فترة المماليك ثم الفاطميين. وبنشوف بقى في الدراسة اللي عملناها، وانا كنت سعيد بيها لان كان في طلبة كتير من الكليات الهندسية شاركت معانا في المعرض واتفرجت عليه، قد ايه العنصر ده او المأذنة والقبة فيها جماليات وفيها تميز في كل حقبة عن الثانية. طب هل هو تطور في هل هو تطور في العمران، ولا كل حقبة بتحط بصمتها على العمران في هذا التوقيت؟ في التشكيل، يعني لما بتشوف المأذنة بتعرف ان دي مأذنة في العصر الفاطمي. كان فيها تفاصيل معينة في شكل المأذنة وفي نهايتها وفي نسبها مختلفة عن فترة المماليك مثلا، مختلفة عن فترة العثمانيين، مختلفة عن العصر الحديث. بقت في مأذنة بتعبر عن المسجد، تشوفها بتعرف ان ده مسجد، ولكن فيها مفردات وخطوط اضيفت بشكل حديث ما فيهاش التفاصيل الكبيره اللي كانت موجوده قبل كده. وصلنا التطور ده، وبعتبره ان ده معرض يعني علمي وتوثيقي مهم جدا لطلبه وكل من بيدرس في العماره الاسلاميه، وده باين كبير بشكل كبير. احنا ركزنا على القاهره وعلى منطقه القاهره التاريخيه فقط. وبان قد ايه التنوع اللي فيها، وده اللي يمكن زي ما حضراتكم قلتوا في بدايه المعرض مدينه الالف مأذنه اتقالت، لان في تنوع هائل من خلال الصور احنا رصدنا ده، في تنوع كبير جدا وفي مناطق يعني مختلفه. ودي منارات بتبين قد ايه الحضاره الاسلاميه لها تاثير كبير جدا في اقامه الشعائر. بالتاكيد. طيب باشمهندس، خلينا نعرف من حضرتك كمان اكتر عن المشاركات، يعني كم لوحه شاركت، كم مصور، المده اللي استغرقها الاعداد لهذا المعرض. المعرض كان بيحتوي على 110 لوحه صوره، وكان في منها جزء زي ما قلت في من صور قديمه خدناها من اعمال لجنه حفظ الاثار العربيه، وصور مشارك بيها 9 مصورين من المتميزين جدا المهتمين بتصوير الاماكن التراثيه. وكان يعني فيهم تنوع، كل واحد بياخد حتى يمكن في المأذنه الواحده او في القبه فيها اكثر من لقطه من اكثر من مصور. كان بيبص لها بنظره جماليه، بتحس انها صوره مختلفه من زاويه مختلفه. وبالتالي انا يعني اعتبرت ان المعرض ده كان توثيق مهم جدا
لمفردات العمارة الإسلامية في القاهرة التاريخية. عظيم جدا. طيب طريقة عرض الصور داخل المعرض كانت عاملة ازاي؟ يعني هل كل صورة كانت موجودة وتحتها البيانات الخاصة بها؟ طبعا احنا يمكن كمان اختيار المكان، يعني احنا قصر الأمير طاز هو من الأماكن التاريخية المهمة جدا، وله يعني كان مناسب جدا لاستقبال المعرض ده ولأهميته والتركيبة المعمارية اللي جواه، وبالتالي استقباله في قاعة من القاعات المهمة اللي في قلب قصر الأمير طاز كان له دور كبير. كل لوحة كانت موجودة كان عليها المكان اللي متصورة فيه اللوحة دي فين، والمصور اسمه مين، المصور اللي صور العمل ده. وعملنا طبعا رحلة افتراضية بعد ما انتهى المعرض، خدنا صورة كاملة بانورامية للمعرض ومتاحة على موقع الجهاز بحيث اللي يحب يطلع على المعرض ومفرداته وما شاركش معانا في المعرض يقدر من خلال موقع الجهاز ياخد جولة في اللوحات ويتفرج على أهمية وشموخ العمارة الإسلامية بشكل عام. طب بالنسبة يا فندم عن آلية اختيار الصور أو الأعمال المعروضة في هذا المعرض، على أي أساس تم اختيارها؟ طبعا احنا قسمنا يعني في مجموعه من المعماريين المتخصصين بداوا يحللوا ويدرسوا ويقسموا نوعيات الصور، بحيث ان كنا بنحطها كل مجموعه بتعبر عن فتره معينه في سيكشن معين، بنقول ان دي المآذن اللي اتبنت في فتره العماره الفاطميه وهكذا، وبنقسمهم سيكتورز كده بحيث ان كل فتره بنبين قد ايه تاثير مفرداتها، وتقدري بقى وانت خلال الفتره دي بتتعرفي على المأذنه في المسجد ده كان شكلها ايه، القبه كانت هنا شكلها ايه، تطورت بعد كده في الحقبه اللي بعدها بقت شكلها ايه. عشان كده انا بعتبر المعرض ده معرض توثيقي ومهم جدا للباحثين، وسعدت جدا لان في طلبه كتير حضروا وتعرفوا عليه، وده هيساعدهم كتير قوي في الدراسه والتحليل لفتره العماره الاسلاميه بشكل عام. عظيم. طب هو بلا شك مهم في نشر الوعي بالتراث الإسلامي، وزي ما حضرتك قلت هو مهم جدا في مسألة التوثيق، لكن عايزين نتكلم عن حضور هذا المعرض، الزوار هذا المعرض هل هم من المتخصصين فقط؟ لا طبعا حضر كتير، ناس مهتمة، حضر في إعلام، حضر في شخصيات عامة، حضر في ناس محبة للتراث بشكل عام. وبالتالي انا يعني كنت سعيد جدا لان الـ احنا خدنا جوله في القاهره الفاطميه والتاريخيه واحنا موجودين في قاعه الامير طاز، وبالتالي كل من محب للتراث ومحب للعماره بشكل عام خد جوله ورحله كبيره جدا في القاهره الفاطميه في قلب قاعه المعرض، ويمكن دي هتكون يعني خطوه ان احنا نكرر المعرض ده في مفردات للعماره الاسلاميه، في البيوت، في الوكالات، في بعض المباني اللي تستحق ان احنا نوثقها ونعرضها بشكل تفصيلي بحيث ان احنا نبين جماليات. احنا عندنا مجموعه من الوكالات في القاهره التاريخيه رائعه، في بيوت تاريخيه تستحق انها تتصور وتتوثق، وتبقى فرصه ان الجيل الحالي يتعرف على اهميه العماره الاسلاميه ويكون شارك معانا في الحفاظ عليه. كل الشكر ليك المهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم في موجز الاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اللجنة المنظمة لبطولة تولون أعلنت مشاركة المنتخب المصري في النسخة الجديدة اللي هتنطلق في الفترة من 3 ل 16 يونيو 2024 وبتتضمن 25 مباراة. بتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات متقسمة لمجموعتين من 5 منتخبات. هيلعب المتصدران في المجموعتين مع بعضهم البعض في النهائي والوصيف في مباراة المركز الثالث. الفرق صاحبة المركز الثالث في مباراة المركز الخامس. تضم المجموعة الأولى فرنسا، كوت ديفوار، المكسيك، السعودية، كوريا الجنوبية، والمجموعة الثانية مصر، إيطاليا، اليابان، بنما وأوكرانيا. الزمالك فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك ل 21 نقطة من 13 مباراة، بيحتل المركز العاشر كمان، فيما تجمد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة وبيحتل المركز التاسع.
بيراميدز فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مؤجلات الجولة العاشرة استاد عثمان أحمد عثمان، وبالنتيجة دي بيتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة. المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز اختير كأفضل لاعب في مباراة الفريق قدام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، بعدما قام اللاعب وقدم المباراة قوية ساعد الفريق في تحقيق الفوز لفريقه. فريق رجال الكرة الطايرة الأول بالنادي الأهلي فاز على نادي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في تاني أيام البطولة الأفريقية اللي بيستضيفها على أرضه على صالة الملك عبدالله الفيصل بالمغرب. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق بي أم سي الكونغولي 38-21 في إطار نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لليد واللي بتقام في وهران بالجزائر ليتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر. فريق كرة اليد بنادي الزمالك رجال فاز على فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجة 29-41 في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لليد والمقامة في وهران بالجزائر ليتأهل إلى نهائي البطولة. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي خسر قدام فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 26-23 في نصف نهائي السوبر الأفريقي بوهران في الجزائر. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. بنشكرك طبعا يا هلا، ولسه كلامنا عن الرياضة مستمر. الزمالك امبارح فاز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري. قدر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك انه يتفوق على كولر ويحصد الثلاث نقاط. خلينا نتكلم عن الماتش مع إيهاب نحاس ناقد رياضي اللي نورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، نورنا. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير عليك، موجود معكم النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب في البدايه شفت الماتش ازاي امبارح وتشكيل الفريقين يعني بشكل عام كده؟ احنا ممكن ناخد عنوان المباراه الاكثر فقرا في فنيا في الكره المصريه في اخر 10 سنين. اكثر فقرا فنيا؟ فنيا كانت مباراه فقيره فنيا جدا، ما استمتعناش بيها اصلا. يعني كنا المفروض نتفرج على ديربي محترم، ديربي قوي بين اهم فريقين موجودين في مصر وتقريبا الوطن العربي، الاهلي والزمالك، ديربي كلنا كنا بنستناه. نفوجئنا طبعا بحاجات غريبه امبارح، تشكيل كولر تشكيل غريب فعلا صدم كل الجماهير الاهلاويه. بدا بتشكيله ما حدش كان متوقعها بصراحه. يعني النهارده معروف دايما ان انت دايما بتحشد كل اسلحتك عشان تلعب ماتش زي ماتش الزمالك. انا بتكلم الاول عن النادي الاهلي وبعد كده اتكلم عن نادي الزمالك. تمام. الطبيعي انك بتحشد كل اسلحتك علشان خاطر دي مش 3 بونت قد ما هي بطوله، دايما ماتش الاهلي والزمالك بيعتبر بطوله. تمام. فالنهارده جماهير الاهلي كانت بتمني النفس ان هيبقى في مباراه كبيره مع نادي الزمالك. فوجئنا كلنا بتشكيل غريب خاصه في الجزء بتاع الامامي، الجزء الهجومي. يعني لعب وهو على علمك يعني عمل تعديله بدايه الشوط الثاني، انك تلعب بموديست، تلعب بطاهر، وتلعب بعمر كمال في الخط الامامي، ده سبب له مشكله كبيره امبارح في المباراه. كانوش على قد المستوى. معروف طبعا ان طاهر بيبقى بديل كويس، ولكنه انه يبتدي مباراه من اولها مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك، ضغط جماهيري برده بتبقى برده بتاثر عليه نفسيا. الشوط الثاني هو عمل التعديله اللي كان المفروض يبتدي بها الماتش، انه لعب برضا سليم وطلع مودست ولعب بوسام ابو علي وابتدى يتحرك بشكل مختلف في الملعب. اصراره على وجود كريم ميدفيت في مباراه زي دي وراجع من اصابه انه يلعب مباراه اهلي وزمالك برضو كانت اختيار سيء من كولر في ماتش امبارح، خاصه ان السوليه موجود. السوليه يملك خبرات كبيره جدا في مباريات الاهلي والزمالك وليه باع طويل في المباريات اللي زي دي، واكيد هيبقى موجود امبارح، كان هيفرق قوي مع نادي الاهلي امبارح في التشكيل. كوكا انا شايف ان كوكا لعيب كواليتي مش وحش، بس مش كوكا اللي يشيل خط وسط النادي الاهلي، مش هو اللي يعول عليه ان هو يشيل خط وسط النادي الاهلي، وده واضح جدا 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 في كل الشغل اللي بيتعمل. هو كوكا دايما ليه واجبات، انه بيبتدي ينزل بين الاثنين المساكين او الاثنين الاستبدباكين ويبقى زي ليبرو للجزء بتاع خط وسط الملعب، ولكن برضو امبارح ما كانش فيه اداء كويس. ما فيش حد امبارح في النادي الاهلي في الماتش تقدر تقول انه اجات الا رضا سليم في الوقت اللي نزل فيه. يعني رضا سليم في الوقت اللي هو نزل فيه اجات، ولكن برضو هو غير مكان رضا سليم امبارح في الماتش علشان يدي مساحه لاحمد عبد القادر، في حين ان اي حد جمهور امبارح كان بيكتب على السوشيال ميديا كان بيقول ان الجزء بتاع نادي الزمالك ناحيه اليمين كان مفتوح تماما، انت ليه وديت رضا سليم الناحيه الثانيه يا كولر؟
ليه ما خليتوش موجود زي ما هو في مكانه على اعتبار ان دي جبهه كبيره وكانت مفتوحه وظهرت امبارح. ظهرت يعني كان في امبارح جبهه غريبه جدا في ناحيه النادي الزمالك ناحيه اليمين. سريعا نادي الزمالك، هو نادي الزمالك عمل ميركاتو السنه دي غريب. هو جاب ما لا يقل عن 7 أو 8 لعيبه في خط النص والجزء الامامي تقريبا، لكن عنده مشاكل كتير جدا في الدفاع. فتوح امبارح اصيب اصابه مفاجاه، يعني جوميز بص يمينه بص شماله مفيش باك ليفت. فين الباك ليفت يا جماعه؟ مفيش باك ليفت. اضطروا انه يعمل تعديله جوه الملعب، ينزل الزنار يلعب باك رايت ويلعب بعمر جابر ناحيه الشمال. دي مشكله كبيره في نادي الزمالك، ما عندوش مدافعين، مفيش مدافعين في نادي الزمالك. ولكن نقدر نقول امبارح ان ناصر ماهر صفقه مهمه جدا بالنسبه صحيح لنادي الزمالك. هو جعان قوي، عايز يثبت انه يقدر يلعب في انديه كبيره زي الاهلي وزي الزمالك. وده ظهر امبارح. عبد الله السعيد بصراحه يعني هو يعني انا بقول ان عبد الله اصبح ايقونه دلوقتي في الكره المصريه. بذل مجهود جامد امبارح، ما يناسبش سنه بصراحه. احنا امبارح شفناه كان بيلعب في مركز 6 وبيلعب ديفندر في 8 وبينزل يدافع يعني عمل مجهود كويس. بس برضه لازم انا كمدرب ابقى عندي رؤيه وعندي فيجن. لما انا عبد الله السعيد في السن ده ابتدي اخليه بالبلدي كده يشق قوي كده في الملعب. طب امتى هستفيد من خبراته؟ امتى هستفيد من خبراته في الجزء الامامي؟ امتى استفيد منه ان هو يبتدي يمول المهاجمين؟ خلينا نقول ان اصابه زيزو امبارح كان ليها مفعول السحر في وصول المباراه للشكل اللي احنا شفناه امبارح في اداء نادي الزمالك الفني على فكره. هو الراجل كان بيعول عليه امبارح مجهود، لان امبارح كان في جبهات بتلعب قدام بعضيها في الماتش شاذلي وجمانة. كان في جبهات امبارح، كان في جبهه في نادي الزمالك احمد فتوح وناصر ماهر مقابله لجبهه محمد هاني وعمر كمال، وكان في جبهه الناحيه الثانيه ناحيه اليمين كانت محمد هاني وعمر كمال احنا قلنا، وفي الناحيه الثانيه كان علي معلول وامامه كان في مفروض طاهر محمد طاهر انها تقابل عمر جابر وتقابل زيزو. حصل اصابه زيزو غيرت كل مفاهيم المديرين الفنيين على فكره. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هم الاثنين امبارح الفاقوا باللي حصل في الملعب. بس على الورق كل النقاد والمحللين الرياضيين قبل المباراه كانوا بيتوقعوا فوز الزمالك على الورق. لا هم كانوا بيتوقعوا فوز الزمالك لان هم كولر في ماتش السوبر على فكره لعب بتشكيل مقارب. هو كولر بيجي في الماتشات دي بيعمل حاجات غريبه، تشكيلات غريبه. يعني انت النهارده عندك كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، عندك كريستو، عندك اوراق، عندك تاو، في اوراق عندك اوراق مهمه جدا انت ما بتقدرش تستفيد منها وتقريبا قضيت عليها. وبعدين حته ان انت دايما بتغير في التشكيل، ما عندكش تشكيل هو قضى عليها رؤيه ولا عند. بص انا ما عنديش حته ان مدير فني اجنبي يعند، لان هو خلي بالك هو جاي لمهمه محدده، جاي يعمل اسم يعمل تاريخ ياخد فلوس وهيمشي، مش جاي علشان خاطر. بس كولر مش اول مره يبقى في تعليقات اصلا على التشكيل اللي بيختاره. وهو ما ده اللي انا بستغربه، انا مستغربه فعلا، انا مستغرب فعلا. يعني النهارده عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مودست انا جيت هنا من فتره كبيره كنت موجود هنا مع حضراتكم ضيف من حوالي اكتر من كذا شهر، اتكلمنا على مودست ما حصلش حاجه من ساعتها. مودست ده لغز، لغز كبير جدا على فكره، ما حدش قادر يفهمه. عمل اسيست في الماتش اللي فات. ما احنا ما انت النهارده انت راس حربه يا شاذلي، وده مهمتك ان انت تبتدي تلعب مهامك ان انت تحرز اهداف، تعمل اسيست، تسند اللي جاي من تحت. دي حاجات طبيعيه على فكره يا جماعه. يعني انت النهارده مذيع، طبيعي انك تتكلم وتقدم، لكن انت لو عملت حاجه غير كده يبقى اتقال ايه مثلا؟ يعني الناس بس جماهير النادي الاهلي كانت منبهره بيه قوي لما عمل اسيست في الماتش اللي فات، عشان يعني مش متعودين منه على كده. ما هو انت عارف اللي هو ايه، يعني انا متعشم منك في اي حاجه، فانت كتر خيرك عملت لي اسيست، فانا لازم اقنع نفسي ان انت احسن واحد في الدنيا. لكن طبعا لا، النادي الاهلي ما عندوش راس حربه يا جماعه، النادي الاهلي ما عندوش راس حربه. اسامه ابو علي ممكن يكون بروميسنج جاي شويه قدام واعد يعني، بس مش راس حربه النادي الاهلي. ما ينفعش يبقى راس حربه النادي الاهلي، ما فيهوش راس حربه في النادي الاهلي. وامبارح الراجل فعلا عمل تشكيله غريبه اللي هو اول الشوط الثاني 3 مره واحده. طب ما انت يعني غلطان. هل سمع لسامي؟ ممكن يكون سمع لسامي قمصان، سامي قال له في حاجه بتحصل مش مظبوطه. هل جوميز سمع لاحمد مجدي فعمل برضه تغييرات بشكل معين؟ لان خلي بالك برضه جوميز في اخر المباراه فك الفرقه خالص، طلع احمد حمدي، طلع عبد الله السعيد، وساب جاب كبير قوي بين الجزء الخلفي والجزء الامامي. بدوا يشتغلوا على الكوره الطويله لسيف الجزيري. بس كان عندهم غيابات برضه، يعني الزمالك عنده غيابات مش بسيطه. بص الزملكاوي امبارح يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت ليه لعبت ترافيس
الولد الافريقي اللي انت جايبه ده ما لعبش ليه سيد عبد الله نيمار؟ انا هكلمك على فكره هكلمك من منطق السوشيال ميديا والجمهور، لان هي دلوقتي هي ليها العامل الاكبر صحيح في الكره المصريه وليها اراء، وفي ناس كتيره جدا بتفهم على فكره في الكوره. امبارح السوشيال ميديا كلها بتقول ليه ما لعبش سيد عبد الله نيمار في الجزء الامامي مكان ترافيس على اعتبار ان عنده سرعات. ايه المانع انك هتعمل ده؟ ومهاري كمان. ومهاري ليه ترافيس؟ ولد كويس مفيش مشكله بس ما عندوش المميزات اللي تخليك تحس انك في لعيب كبير في الملعب. خلي بالك الجزء ده في نادي الزمالك لعيبه كبار، مصطفى فتحي كان بيلعب في الحته دي، يعني في شيكابالا حته انك تلعب بشمالك في الطرف وتخطو لجوه وتاخد لبره وانت عندك سرعات. هو الولد اه ماشي بيلمس كويس بس مش اللي هو تقدر تقول انه يلعب ماتش اهلي وزمالك، مستحيل. ليه ما لعبش سيد عبد الله نيمار في الجزئيه دي؟ الناس كلها بتسال ليه ما نزلتش شحاته بدري؟ ان شحاته يبقى موجود بدري ويلعب في الجزء اللي تحت وتطلع عبد الله فوق يطلع عليه على الكوره ويبتدي يمول تريحه شويه. طبيعي مش عايز لي الحاجات دي طبيعيه في الكوره. احنا على فكره احنا كلنا بنفهم كوره، يعني كلنا بنفهم كوره، كل الجمهور والشعب المصري وحضرتك وحضرتك بيفهموا كوره وبتتفرج على الماتش. اللي واقف على الخط ده امبارح بالنسبه لكولر وجوميز كانوا مغيبين، وعلى فكره جوميز لو ما كانش كسب كان يبقى الموضوع يعني بالنسبه له يبقى مش حلو خالص. خلي بالك امبارح يعني المكسب دار على مشاكل كتير والاهلي كذلك خلي بالك، بس الاهلي عشان عنده ماتش مهم اللي جاي مع مازيمبي. هل كانوا بيفكروا في الماتش؟ طيب ممكن مروان عطيه امبارح انه يبقى موجود بيريحهم من الاجهاد يبقى بيفكر في ماتش مازيمبي، ممكن وارد، وشايف ان دول 3 بونت بالنسبه له مش مهمين وهيقدر يعوضهم، وهو ممكن يبقى ليه حسبته قدام على يعني ممكن التشكيله دي مثلا كان تجريبيه، كان حابب يجرب حاجه، في حاجه في دماغه كان حابب يشوفها، هل ممكن نديله العذر ده مثلا؟ ما هو انت النهارده تجريبيه لو مع انت مين؟ مع مين يعني انت بتلعب الزمالك؟ ما طبعا هي مباراه كبيره، بس احنا بيبقى عندنا علامات استفهام زي ما كنت بتكلم يا ايهاب، احنا عندنا علامات استفهام زي ما انت قلت في بدايه كلامك، انا عندي علامه استفهام على التشكيله. ما انا اقول لك على حاجه جمانة، انا النهارده انا منزل التشكيل ومنزل تشكيل فرقه كبيره، انا راجل مدرب جاي بلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي. هل النهارده هو كان متوقع ان امبارح رامي ربيع وعبد المنعم يبيعوا نفسهم بمعنى اصح في الباص اللي عمله نصر ماهر ليه سيف الجزيري؟ مستحيل. اتنين لعيبه بالخبرات دي لعيبه منتخب مصر، لما هما الاثنين يقفوا بالوضع ده والكره تعدي بينهم، هو كولر يعني ما اعتقدش انه مرنهم ان هما يعملوا الممر ده عشان يعدي منه الكره لسيف الجزيري، ورغم ان شوبير حاول على الكوره وشالها وبرده جت جول. لا هو الراجل ما بيعملش كده طبعا اكيد، ولا حتى على فكره جوميز على فكره يعني الجول امبارح بتاع عبد القادر كان غلطه المساك اللي كان موجود قدامه حسام عبد المجيد اعتقد، وكان غلطه دونجا المفروض يكمل معاه برده، وغلطت برضو عمر جابر ناحيه الشمال ان رضا سليم عمل اسيست وكمل بالكوره. انا كمدير فني احط تشكيلي بشوف الانسب ايه، ولكن ما توقعش الاخطاء الكتيره دي قوي في الماتش. كانت اخطاء كتيره قوي في الماتش امبارح خلي بالك بشكل غريب. لو زيزو كمل في المباراه دي كانت ممكن النتيجه تكون اكبر من كده، يعني مش اكبر بس كان ممكن يختلف شكل اللعب شويه في نادي الزمالك، كان يبقى في سيطره على الكوره اكتر لنادي الزمالك، لكن ممكن برضو ما تضمنش ان الماتش كان يخلص بالطريقه دي. خلي بالك على فكره يعني كلنا مصدومين من شكل الاداء الفني، اداء وحش على فكره. انت متخيل ان لعيب اهلي وزمالك في التسليم والتسلم بالمنظر ده؟ عندك ايه اي مبرر بعيدا بقى يعني كواليتي لعيبه؟ اه ما كنت لسه اقوله بعيدا عن التشكيله، هل quality. عندك اي مبرر؟ كواليتي لعيبه، نضره المواهب، ما فيش اهتمام في الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك دلوقتي انه يعمل لعيب من الصفر من تحت ويطلعه، ما فيش اهتمام بالناشئين، دايما المدير الفني الاجنبي اللي جاي بيدور على الاجهز من وجهه نظره. بس لو كواليتي لعيبه، لا بنشوف اللعيبه دي باداء على فكره كويس جدا في مباريات مختلفه، في مباريات ثانيه بنشوف كواليتي كويس للعيبه. ايوه بس انت هتعرفي ان تقييم النهارده اداء لعيب في النادي الاهلي او الزمالك من في الماتش قمه، ماتش القمه ده دايما كان بيظهر فيه نجوم كتيره، كانوا بيلعبوا فيه لعيبه كتير بتظهر، كان في ناشئين بيظهروا في ماتشات القمه خلي بالك. صحيح. تبص تلاقي مثلا كده لعيب نازل الملعب كده بيعمل حاجه يقول لك ده مين ده؟ يقول لك ده فلان مثلا ما عنده 19 سنه، عنده 20 سنه. انما النهارده الاسلوب لعب او طريقه لعب المدربين الاجانب برجماتي قوي، اللي هو انا العب اللي كسبني او اللي انا عايزه وخلاص، مفيش خطه على اللونج ران. مفيش خطه. طيب هل نتيجه المباراه دي ممكن تفوق النادي الاهلي اللي جاي في الدوري؟ هو النادي الاهلي مع كل تركيزه دلوقتي في ماتش مازيمبي. ماتش مهم جدا خلي بالك. طبعا. والنادي الاهلي بيلعب وبيشتري لعيبه وبيصرف علشان بطوله افريقيا وعلشان كاس العالم للانديه. هم خلاص بالنسبه لهم الموضوع بقى تارجت دلوقتي اداره النادي الاهلي. العوائد الماديه بقت كبيره قوي،
فطبيعي ان انا عايز اجيب عوائد ماديه، فانا مركز قوي فيها. وده خلي بالك هيبان بقى في ماتش مازيمبي، هيبان في ماتش مازيمبي اللعيبه التشكيله هيبقى عامل ازاي، شكل الاداء، طريقه اللعب هتتغير ولا لا، هيبان. لان خلي بالك الاهلي عنده غيابات خطيره، يعني مروان وامام وقالوا ديانج فعلا لا غيابات خطيره. صحيح، بس اعتقد انه كولر من خلال خبرته مع النادي الاهلي عارف كويس قوي يعني ايه مباراه الاهلي والزمالك. والله بص، في ناس بتقول لك انه زهقان وعايز يمشي بالنادي الاهلي. انا بقول يمشي يروح فين؟ يعني مع كامل احترامي هتمشي تروح فين؟ انت بتلعب في النادي الاهلي من اكبر الانديه الافريقيه، وقبل ما تيجي النادي الاهلي انت ما ماشي كنت مدرب كويس، لكن انت واخد في النادي الاهلي واخد شو حلو قوي، وبتاخد مرتب كويس، وقاعد في اجواء كويسه، اجواء احترافيه كويسه. وخلي بالك الاجانب بيحبوا مصر، بيحبوا العيشه في بلدنا، يعني بلدنا حلوه طبعا. بلد يعني كل ما قابل مدير فني اجنبي كان بيبقى موجود في مصر جوزيه لازم يجي يقضي اجازه في مصر. فهو لا ما اعتقدش مزهقان، بس هو في حاجه في لغز، طلبات معينه طلبها، في حاجه. هو يا إيهاب يعني من اخطر النقاط اللي اتكلمت فيها هي فكره انه مش هقول ندره مواهب، لكن افتقرنا ان احنا نكتشف المواهب وان احنا نهتم بيها ونرعاها. انا بشكرك شكرا جزيلا إيهاب النحاس الناقد الرياضي، نورتنا. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا. شكرا. شاهدينا التاسعة صباحا وعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هلال حملاوي، تفضلي يا هلال. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين. تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس. ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. استهدفت مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. في وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع استقبلت الشهداء والمصابين. كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال غزة وحاصرت مدرسة تأوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تسعى إلى اتفاق لتبادل المحتجزين من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. في المقابل أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال تسعى للتوصل لاتفاق للإفراج عن محتجزيها تستأنف بعدها حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة، منوهة إلى أن قوات الاحتلال فشلت مرارا في الإفراج عن محتجزيها بالقوة. وأكدت الحركة أنه لا بديل عن صفقة تبادل حقيقية، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجازر، مشددة على أنها لن تتنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء العراقي في واشنطن أكد بلينكين أنه يعمل على منع التصعيد في المنطقة مجددا. وأضاف بلينكين أنه خلال 36 ساعة التي تلت الهجوم قامت الولايات المتحدة بتنسيق رد دبلوماسي سعيا لمنع التصعيد، مؤكدا على استمرار اتصالاته مع نظرائه بالمنطقة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة.
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أن بلادها ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة بما وصفته بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وأضافت يلن أن أفعال إيران تتسبب في تداعيات اقتصادية، لافتة إلى أن وزارة الخزانة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بإيران. التقى المستشار الألماني أولاف شولتز في بكين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته للصين. وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد طالما احترم كل منهما الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا. وكان شولتز قد أكد في وقت سابق أن اجتماعه مع الرئيس الصيني سيركز على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. خلص رمضان وخلص العيد وبدأت المشكلة اللي كتير مننا بيعاني منها وهي اضطرابات النوم. والحقيقة في سؤال كده شايفينه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، مش عارفين ننام عشان نروح الشغل. اضطرابات في النوم يا شاذلي، الناس مش عارفة ترجع تاني تنام بدري لأن مواعيد رمضان متلخبطة، وكمان العيد كان فيه أجازة والناس كلها كانت بتسهر لحد الصبح بالزبط. في رمضان طبعا بنصلي بقى الفجر وبعدين بننام، فدلوقتي احنا عايزين ننام بدري عشان نقوم، مفيش مشكلة نقوم نصلي الفجر في النص، لكن مفيش مشكلة ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا ننام بدري شوية. لكن ايه اسباب اضطرابات النوم؟ هل في جزء منها عضوي؟ ازاي نتغلب على هذه الاضطرابات؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من دكتور رامز رضا، استاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس اللي منورنا. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. يا اهلا بيك يا فندم. ايه السبب؟ ناس كتير قوي بتشتكي من الارق اليومين دول. طبعا يعني هو في حاجة اسمها الساعة البيولوجية، دي سيستم في المخ او نظام في المخ اللي بيخلينا نمشي مع الدوره الطبيعيه بتاعه النور والليل الصبح والليل. يعني في رمضان اولا بناكل متاخر، فنشاط الجسم بيزيد قوي بالليل، فبيبقى صعب علينا ان احنا ننام بالليل بدري. زائد طبعا انه في الاجواء الرمضانيه والخروج وحاجات زي كده، فالناس فعلا بتسهر. بعد شهر من ان انا افضل سهران، ان انا احاول اظبط مره واحده البروجرام بتاعي، دي صعبة جدا على الساعة البيولوجية، تاخد حوالي أسبوع عشان ترجع تاني تنتظم. وفي بعض الناس بيبقى عليه صعوبة شديدة ان هو ما يقدرش حتى في خلال أسبوع يرجع ان هو يظبط الساعة البيولوجية بتاعته، ويحتاج بقى علاج دوائي. يعني العلاج الدوائي بقى دي نقطة مهمة، لأن في ناس بجد بتلاقي صعوبة في النوم بالليل وبيبقى لازم يناموا، فبيضطروا يلجأوا لأدوية عشان تنيمهم. للأسف بعد فترة بيتعودوا عليها فبيفضلوا بيتعاملوا مع الأدوية دي. هل صح إن ممكن شخص يجرب الأدوية دي حتى لفترة صغيرة عشان يقدر ينام وبعد كده يتخلص منها، ولا ده صعب؟ هو طبعا ما يستحبش إن حد يتصرف من نفسه إن هو في العلاج بتاعه، لكن في حاجات طبيعية إلى حد كبير. يعني في حاجات زي أعشاب، زي مشروبات ممكن إنها تهدي الواحد وتخليه ينام، وزي الميلاتونين. الميلاتونين دي هي المادة الطبيعية اللي في الجسم، اللي لما الدنيا بتظلم المخ بياخد إشارة إنه خلاص ده وقت النوم، فبيطلع مادة الميلاتونين دي تساعد على النوم. فاحنا ممكن في الحالات زي مثلا بعد رمضان او فترة الصيف، وبعدين الولاد بقى عاوزين يخشوا المدرسة، انه نساعد بجرعة صغيرة من الميلاتونين، جرعة خارجية صغيرة من الميلاتونين. عموما دي مادة آمنة وممكن نستعملها لفترات قصيرة بمنتهى الأمان، يعني مفيش خوف منها. بداية من عمر كام يا دكتور؟ لا والله من عمر صغير، يعني ممكن من عمر حتى 9 أو 10، بس بجرعات صغيرة قوي. احنا بنستعملها في الأطفال في ان احنا نساعدهم على النوم، لأنها أأمن حاجة، بالإضافة بقى زي ما أقول حيك للمكملات الغذائية والحاجات الطبيعية.
يعني مثلا في ماده المغنيسيوم، مغنيسيوم كويس جدا في المساعده على النوم، فيتامين د مساعد كويس قوي على النوم. ممكن بعض المشروبات زي اليانسون زي الحاجات دي برضو تساعد الواحد ان هو ينام. لكن لو احتاجنا علاج، اول خطوه في العلاج ان احنا ناخد حاجه زي الميلاتونين. طبعا مش بينفع في كل حالات الارق، لانه لو الارق سببه توتر، سببه قلق، غالبا الميلاتونين مش هيجيب نتيجه، لانه هي دي حاجه بتساعد دوره النوم بس، لكن مش هتتغلب على توتر، مش هتتغلب على ان الواحد قاعد يفكر كتير. واضطرابات النوم بقى كتير، انواع كتير، فمش كلها هتنفع بالحاجات البسيطه دي. لو المريض ما لقاش ان هو مستجيب للحاجات الطبيعيه دي، لا يبقى في مشكله ولازم بقى يتجه لطبيب ويشوف الموضوع. طيب ده هيخلينا نتكلم مع حضرتك عن انواع اضطرابات النوم، لكن واحنا بنتكلم عن الادويه، في بعض الناس بتستخدم ادويه الكحه اللي بيكون فيها من الاعراض الجانبيه ان هي بتنيم فبيتعودوا عليها، هل ده غلط؟ طبعا يعني اكيد. يعني هو بيتحمل اعراض جانبيه بتاعه الادويه دي بدون داعي، يعني في حاجات ممكن انها تعالج المشكله اللي عنده وتساعده على النوم والكلام ده بدون ما يتعرض للاعراض الجانبيه بتاعه حاجات زي كده. معظم الحاجات اللي هي ادويه الكحه وادويه الحساسيه اللي هي ممكن تنيم على المدى الطويل ليها اثار على المخ، الذاكره والتركيز وحاجات زي كده، ومعظمها كمان ممكن يبقى ليها اثار على ضربات القلب. فالاستمرار عليها خصوصا مثلا في السن الكبير قوي ولا حاجه، لا ده مش لا يستحب. الاحسن ان احنا ناخد علاج منظم وناخده لفتره صغيره بحيث ان احنا نبقى عارفين انه هيعالج المشكله وبعد كده هرجع انام طبيعي. مش المطلوب ان احنا نفضل ناخد مناوم طول حياتنا حتى لو في مشكله كبيره في النوم، يعني لا نعالجها، تاخد شهر تاخد ست اشهر بس تتعالج في الاخر والمريض خلاص يعني يعيش طبيعي بعد كده. طيب بالنسبه لسؤال شاذلي دكتور المتعلق بانواع اضطرابات النوم، هو طبعا في اضطرابات نوم كتير قوي، يعني في فوق دلوقتي 80 نوع من اضطرابات النوم. بنقسمهم لاصناف اساسيه اللي هي مثلا صعوبه النوم زي الارق، مشاكل في الدوره البيولوجيه بتاعت النوم اللي هي مثلا زي انه واحد بيشتغل شيفتات فبيضطر ان هو يسهر بالليل وبعدين الشيفتات بتاعته بتتغير كل شهر. في مثلا زي اللي اتكلمنا عليه ان واحد بسبب ظروف صيف او رمضان او غيره الساعه البيولوجيه تضطرب. وبعدين في بقى كاتيجوري تاني او نوع تاني خالص من اضطرابات النوم اللي هو الحاجات اللي بتحصل داخل النوم زي بقى انقطاع التنفس، الشخير الجامد، ان الواحد يتكلم او يمشي وهو نايم. دي الحاجات اللي هي بقى بتحصل داخل النوم نفسه المريض ما بيبقاش في معظم الوقت شاعر بيها، بس ممكن اللي حواليه يبتدوا يقولوا له لا ده في حاجه بتحصل غلط وانت نايم، وهو يشعر بس انه ممكن اثناء النهار متعب مجهد طول الوقت نايمان مش قادر نشاطه، النوم اللي بينامه ده بيصحى برضه مرهق منه، فنعرف انه في مشكله بقى ونبتدي ندور داخل النوم نفسه. طيب هل المخ ليه علاقه بالموضوع ده سواء كان هو اللي بيتسبب في ده او حتى بيتاثر بده؟ طبعا، يعني هو المخ هو المسؤول عن مراكز النوم نفسها. يعني مراكز النوم دي غدد معينه في المخ هي اللي مسؤوله عن ان احنا نصحى وننام وكده، وبتشتغل مع قشره المخ اللي هي بقى الجزء العالي من المخ اللي هو بتاع التفكير والصحيان وكده، فدول بيتبادلوا بنسميها سيسو، ان هو الخلايا دي او الغدد دي بتفرز مواد، ولو الحاله اللي حواليا تسمح ان انا اخش انام خلاص الجزء اللي هو القشره المخيه بيهدى عشان يسمح للنوم انه يحصل. فلو في خلل بين الحاجات دي هو ده السبب معظم اضطرابات النوم، يعني انه يبقى في خلل بين درجه الانتباه بتاعتي والقشره المخيه بتاعتي قد ايه صاحيه، ووظائف بقى الغدد دي في افرازها للمواد دي والهرمونز دي. طيب ايه العادات اللي ممكن نكون بنعملها خلال اليوم اللي ممكن تكون تؤثر على المخ فبالتالي تؤثر كمان على جوده النوم او النوم؟ يعني طبعا حاجات كتيره، ممكن حاجات بناكلها او بنشربها زي اشهرها طبعا الحاجات زي الشاي والقهوه والكافيين اللي في مثلا المشروبات الغازيه وكده، كل ده ايه المقنن ليه يوميا؟ يعني المفروض ان هو اولا ما يبقاش في اي حاجه بعد العصر من الحاجات دي، يعني الكلام ده كله يبقى في الصبح لغايه العصر، يعني اللي هو نسميه بعد الظهر. كمان الكميه ما تزيدش عن لكل طبعا شخص مختلف، لكن في حدود 150 ملي جرام كافيين. ده اللي هو بقى ايه كوبايتين قهوه او ثلاث كوبايات شاي خفيف او حاجات زي كده، فده بالنسبه مثلا الكافيين.
في عادات تانية طبعا بنعملها. اه في ناس كتيرة بتضطر عشان ظروف شغلها انها تروح تلعب رياضة بالليل. الرياضة كويسة بس لو لعبناها قريب قوي من النوم دي منشطة جدا، فساعات كتيرة تصعب النوم. يعني لو لعبت رياضة في الساعتين اللي قبل ما نام لا مخي هينتبه جامد. وده طيب. بنشوفه كتير قوي في الأطفال لأن بيبقى عنده مثلا مدرسة ومذاكرة وبعدين تمرين وبعدين عاوزين نروح بقى عاوزينه ينام بسرعة عشان يلحق يصحى. طب ما هو مش هيلحق لأن هو مش عارف ينام بسبب نشاط المخ بسبب الحكاية دي. فدي الحاجات الأساسية يعني. طب إيه ممكن يساعد على الاسترخاء؟ يعني مسألة اشرب كوباية لبن قبل ما تنام، خد دش بمية دافية مثلا قبل ما تنام، هل الحاجات دي فعلا بتساعد على الاسترخاء؟ دي حقيقية جدا. يعني من الحاجات اللي بتدي للمخ إشارة غير طبعا الأنوار والإضاءة، لكن دي مهمة طبعا، لكن في حاجة مهمة قوي بتدي للمخ إشارة إنه ده وقت النوم هو درجة حرارة الجسم. فعشان كده حكاية الدش دي لما أنا باخد دش سخن وبعدين بسيب جسمي يبرد ده بيدي إشارة للمخ إن هو ده وقت النوم. فدي حاجة صحية جدا. إنه دش وبعدين أسيب نفسي أبرد شوية بعديه أو أكول داون يعني. الحاجة التانية طبعا في مشروبات كتيرة، يعني زي ما أقول اللبن مليان كالسيوم وفي حاجات تانية فيتامينز وكده بتساعد فعلا على النوم. فكركديه طبعا برضو من الحاجات اللي هي مهدئة تخلي الواحد لو متوتر شوية بيفك. فدي حاجات برضو بتساعد على النوم. وزي ما كنا بنتكلم الرياضة كويسة وبتساعد على النوم بس لازم تبقى بعيدة شوية عن الميعاد اللي أنا عاوز أنام فيه. يعني أحسن ميعاد تبقى المغرب كده. هرجع تاني مع حضرتك للأدوية. في أدوية منومة أو مهدئة اللي بيطلق عليها OTC أو اللي بتبقى مش بتحتاج لروجيتا الدكتور عشان يتم صرفها، وللأسف فعلا بيتم استخدامها بشكل خاطئ تماما وبكمية كبيرة جدا. فخليني أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين خطورة الأدوية دي حتى يعني على المدى القصير والبعيد، لأن هي بيبقى حتى ليها أثار جانبية على المدى القليل البسيط مش كبير. لا يعني طبعا في أدوية كتير قوي OTC برا يعني ممكن ناخدها من غير وفي مصر كمان الموضوع أشد شوية، إنه أدوية كتير حتى المفروض إن هي تبقى بروشيتا بتتصرف من الصيدليات بدون روشيتا يعني لتسهيل على الناس، بس للاسف ده طبعا بيؤدي حالات كتيره قوي من الادمان بنشوفها كتير جدا، لانه احنا بنشوف مرضى ممكن ان هو يوصل انه ياخد 20 و30 و40 حبايه منوم كل يوم ومش عارف يتخلص منها. فطبعا ده مؤذي جدا، اولا ما هو معتمد على الدواء لكن كمان مؤذي جدا لجسمه. كتير من الحاجات دي ممكن ما نقول مش هتاثر مثلا على الكبد مش هتاثر على الكلى، لكن تاثر على المخ نفسه. يعني ناس كتيرة من اللي بتاخد كميات من المنومات على المدى القصير أولا بيبقى فاقد الذاكرة، يعني ذاكرته تتأثر جامد جدا، وبعدين ياخد الدواء ممكن عبال ما الدواء يشتغل الفترة اللي هو من خد الدواء لغاية ما الدواء اشتغل ونيمه الفترة دي هو ما بيفتكرهاش تاني يوم. يعني بنشوف ناس بتعمل حاجات وتكلم ناس في التليفون في الفترة دي ويقول أنا ما كنتش حاسس بنفسي. طيب ما انت دخلت في حاله ان خلاص بقى انت مغيب يعني يعني بقيت بتعمل حاجات غصب عنك وبقيت ذاكرتك راحت. كل ده طبعا معذور هو عاوز ينام، بس مش الحل ان احنا نبتدي ناخد الحاجات من الصيدليه او من الشلف كده ونبتدي ناخدها. ده مدمر جدا لصحه المخ. في منها كمان بيؤدي الاكتئاب يا دكتور وكوابيس اثناء النوم، يعني ليها بالفعل اثار جانبيه كبيره يعني طبعا طبعا. مش بسيطه خالص بس حتى هو تاني يوم بيصحى اصلا هو مش قادر يبتدي بقى اليوم، يعني مش قادر اصلا يشتغل كمان. صحيح. يعني كتير من الناس برضو بتحط اهميه على ان هم لازم ينام مثلا 7-8 ساعات اكتر من اهميه ان هو يدور نفسه. ويبقى وصل لمرحله انه بقى خلاص اوبسست بفكره ان انا لازم انام ولازم انام 8 ساعات وعشان كده ابتدي اعلي الجرعات لان لو ما نمتش هيحصل كارثه. فجزء من العلاج اللي احنا بنعالجه للناس برضو ان هو طبعا النوم مهم، النوم لصحتك، بس ما يتغاش بقى على كل حاجه تانية وما تبقاش مهموم قوي ان انت لو ما نمتش امبارح هتصحى تاني يوم مش هتعرف تعيش حياتك. لا، ما كلنا ممكن ان هو ايام ننام كويس وايام ننام وحش. حتى لو انا يوم ما نمتش عدد الساعات الكافي ممكن اعوضه في ايام تانية. فيعني ده الناس اللي هي بتستعمل ادويه زياده عن اللزوم الحقيقه اكتر ناس محتاجين ان هم يزوروا طبيب ويكشفوا ونشوف المشكله ايه ونعالجها. لانه وهو حتى المريض بيجي يطلب كده يقول انا مش عايز افضل على المنومات بقيه حياتي.
بس انت ماشي ما استشرتش حد في الموضوع ده، انت متصرف من نفسك يعني. طيب دكتور، في ناس بتنام ساعتين ثلاثة بس في اليوم ويبقى كل اليوم بالنسبة لهم نشاط وحيوية، وفي ناس لازم تنام 10-12 ساعة. طبعا هو في اختلاف بين الناس في الحكاية دي، يعني احتياج كل واحد للنوم مختلف شوية، لكن الأكيد وده الأبحاث كلها أكدته أنه اللي ينام أقل من 7 ساعات لا ده خطر عليه على المدى الطويل. مفيش حاجة على المدى القصير بيبان، لكن على المدى الطويل اللي بينام أقل من 7 أو أكتر من 11 ساعة دول معرضين أكتر لمشاكل صحية كبيرة جدا بقى، قلب وضغط وجلطات ووفاة أكتر من أي حد تاني اللي هو بينام المتوسط اللي هو 7-8 ساعات. فحتى لو، وأنا بشوفها كتير يعني، حتى لو حد بيقول أنا بنام 3-4 ساعات وببقى تمام قوي وطول حياتي كده، ماشي أنت مش حاسس بالمشكلة، بس ده بيأثر في عمرك، مش هت صحتك وحياتك مش هتبقى كويسة على المدى الطويل زي حد بينام طول حياته 7-8 ساعات. فلا لازم نساعده ولازم ان احنا نعلمه، ممكن مش بأدوية خالص بس لازم نعلمه ان هو محتاج يدي جسمه ومخه الراحة المطلوبة، لانه ده on the long term هيعمل مشكلة كبيرة. طيب بما ان حضرتك تتكلم على المساعدة، احنا عندنا يعني مش متعارف قوي على عيادات النوم. الناس متعودين، الناس اصلا في ناس ما بتعرفش بجد ان دي حاجه موجوده اساسا، او ايه بتساعد في ايه او بتعالج ايه. ودي يمكن في ناس عندها مشاكل مالهاش علاقه زي ما حضرتك قلت باضطرابات نوم متعلقه بحاجه نفسيه، في بيبقى اضطرابات نوم ليها اسباب تانية كتير طبعا. فخلينا نعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين اهميه هذه العيادات، بتساعد في ايه، بتعمل ايه، امتى ممكن نروح لها عشان تساعدنا. هو زي ما حضرتك بتقولي تخصص طب النوم ده تخصص مظلوم في العالم كله وفي مصر طبعا كمان، لكن عيادات النوم او مراكز النوم دي موجوده في مصر من السبعينات. فكرتها انه اولا في اضطرابات كتيره في النوم غير الارق وغير صعوبه النوم، حاجات كتيره بتحتاج ان احنا نعمل اختبار للنوم، بمعنى انه المريض يجي يبات عندنا في المركز او في المستشفى ليله كامله او عدد من الليالي، وأجهزة معينة بتسجل تفاصيل النوم بتاعه، بيتنفس ازاي، نسبة الأكسجين بتاعته ازاي، قلبه شغال ازاي وهو نايم، مخه شغال ازاي، مراحل النوم، الحاجات دي كلها بتتسجل بأجهزة دقيقة جدا. ساعات كمان بنعمل الاختبارات دي في البيت بتاع المريض عشان يبقى في بيئة أسهل شوية ليه. بناء عليه بنحدد والله التشخيص ايه وبنحط خطة علاج. خطة علاج دي ممكن تبقى أدوية، ممكن تبقى علاج نفسي، ممكن تبقى أجهزة تنفس لو مثلا في مشكلة تنفسية. يعني من اضطرابات النوم الشائعة جدا جدا هي مشاكل التنفس في الرجال، اللي هي اسمها انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير. يعني 1 من كل 5 رجالة فوق سن 30 معرض أنه يبقى عنده انقطاع في التنفس أثناء النوم، هو ما يحسش بيه لكن ممكن زوجته مثلا أو حد تاني في البيت ياخد باله أنه ده شخيره عالي قوي، ده نفسه بيروح وهو نايم، أثناء النهار هو بيصحى مش نشيط وممكن يبقى قاعد في مكان وينام على روحه أو ينام وهو سايق. ده مرض شائع جدا والناس بتعتبره أنه هو حاجة عادية، ده جوزي بيشخر مثلا. لا، جوزك بيشخر ده لازم انت تركزي شوية لأنه ممكن ده يبقى خطر على حياته. ده في ناس بتتطلق بسبب الشخير ده وفي ناس كمان فيعني ردا على سؤالك، لا الناس عيادات النوم مش كتير، مش كتير في مصر ومش كتير في العالم، لكن هو تخصص قديم وموجود ولو حد عنده مشكله بيدور على مين اللي يساعده. طبعا صعب ان هو المريض يبقى عارف هيروح لدكتور نفسي ولا دكتور مخ واعصاب ولا دكتور تنفس ولا بتاع، ففكره عيادات النوم ان هو دكتور متخصص في كل اضطرابات النوم ويقدر انه يوجه المريض بقى في الاتجاهات دي. طيب الناس في النوم انواع، في حد بيقول لك بيحط دماغه على المخده ده بينام، ده ربنا يكرمه ده مبسوط ده ما يقولش انما في ناس تانية بتدخل في دايرة التفكير الزايد، وفي ناس تقول لو غيرت المكان اللي انا متعود عليه ما نمش. ايوه، هل ده ليه اساس؟ طبعا، يعني هو زي ما كنت بحكي من شوية ان هو القشرة المخية اللي هي بقى بتفكر وبتنتبه والكلام ده هي دي اللي معظم الوقت بتمنع النوم، بنسميها حالة من الانتباه الزايد او الهايبر اراوزل. دي انه المخ الواحد بيفكر جامد متوتر قلقان، التفكير ده مانع اي نوم ان هو يحصل، مع ان ممكن تبقى دوره النوم شغاله كويسه والهرمون سليمه وكل حاجه. فساعتها التركيز كله على ان احنا نهدي النشاط الزايد بتاعه المخ ده. معظم الوقت بيبقى ده عن طريق علاج نفسي،
علاج نفسي بنسميه معرفي او سلوكي، يعني سلوكيات معينه او افكار معينه بنحاول نتخلص منها. وساعات تحتاج طبعا دواء، بس ساعتها مش بناخد منوم، احنا ساعتها بناخد حاجه تقلل التوتر وتقلل التفكير الزايد، تقلل اللي هو الوسوسه في الافكار، ان انا فكره تمسك فيا واقعد افكر فيها اوفر اند اوفر بدون داعي. ف ده ساعتها بنستعين طبعا بالدكتور النفسي، لان هو اللي بيبقى يعني يقدر يتعامل اكتر مع الانتباه الزايد او التفكير الزايد ده. يعني زي ما كنت حضرتك بتتكلم يا دكتور، كمان في عادات بتساعد على النوم بشكل كبير، وفي عادات تانية بتؤثر على النوم بالسلب طبعا، فمش لازم في البدايه نتخض ان احنا مش عارفين ننام فاحنا عندنا مشكله فنتجه للادويه. نحاول على قد ما نقدر نبعد عن الادويه، نحاول نتجه للحاجات الطبيعيه بشكل اكبر زي ما نصحنا دكتور رامز. نشكرك طبعا دكتور رامز رضا، استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. شكرا يا فندم. ميرسي فندم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. النهاردة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي. عمار الشريعي هو واحد من أهم رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي، وبيعتبر حالة خاصة جدا من الإبداع والتفرد، وقدم مئات الأعمال اللي عايشة لحد النهاردة في أذهان محبيه، خصوصا الموسيقى التصويرية والتترات الشهيرة اللي قدمها مع سيد حجاب، علي الحجار، محمد الحلو، واللي بتعتبر الحقيقة من كلاسيكيات الدراما، ولما بنسمعها بنبقى عارفين التيمة دي تيمة عمار الشريعي. صحيح. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم على طول. اليوم هو ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي، أحد أعمدة الموسيقى في مصر والوطن العربي، الذي أبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه بصره منذ أن كان طفلاً صغيراً. ولد عمار الشريعي في مدينة صملوط بالمنيا في 16 من إبريل عام 1948، وله علامات وبصمات في عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أو التترات الشهيرة التي قدمها مع سيد حجاب وعلي الحجار ومحمد الحلو، والأعمال الدرامية التي تعد من كلاسيكيات الدراما. بدأ حياته العملية عقب تخرجه من الجامعة عام 1970 كعازف لآلة الأكورديون في أكثر من فرقة موسيقية، ثم اتجه إلى عزف الأورج وسطع نجمه كأحد أبرز عازفي جيله على الرغم من كونه كفيفاً. تجاوز عدد أعمال الفنان عمار الشريعي الدرامية أكثر من 150 لحناً، ومن أبرز أعماله رأفة الهجان، أبناء الأعزاء شكراً، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، وعفاريت السيالة. كما تجاوز عدد أعماله السينمائية أكثر من 50 عملاً. أيضاً قام عمار الشريعي بتأليف عدد كبير من الموسيقى التصويرية لأشهر المسرحيات. حصل عمار الشريعي على العديد من الجوائز، أهمها جائزة مهرجان فالنسيا بإسبانيا عام 1986 عن موسيقى فيلم البريء. أيضاً وسام التكريم من الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، ووسام الطبقة الأولى من سلطان عمان عام 1992، بالإضافة إلى جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في الشرق الأوسط ل17 عاماً متتالية. رحل عمار الشريعي عن عالمنا في عام 2012، تاركاً خلفه تاريخاً طويلاً من الفن الذي لامس قلوب الجميع باعتباره واحداً من أهم صناع الموسيقى في مصر والشرق الأوسط. عبقري، يعني أي عمل أنت بتشوف عليه اسم الموسيقار الكبير عمار الشريعي بتعرف أن فيه عمل مميز وعمل مختلف. طبعا بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي، لما تقرأ تاريخه ومشواره الفني والموسيقى كمان هتلاقوا أنه حالة كده من الإبداع ما بتتكررش كتير.
قدر انه يحط بصمته المختلفه في عالم الموسيقى، وليه تاثير كبير جدا مش بس في مصر، تخطى طبعا تاثيره للوطن العربي كله. طبعا يا شاذلي كلام كتير جدا ومحطات كتير جدا هنتكلم عنها في حياه الموسيقار الكبير عمار الشريعي في يوم ميلاده، مع ضيفنا نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ محمد دياب الكاتب الصحفي والباحث الفني. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور. عمار الشريعي في جيل عاش وتربى وارتبطت الاعمال الدراميه مش بس بالكتاب والمخرجين، لا بموسيقى عمار الشريعي. ويمكن المجموعه اللي احنا قلناها عمار الشريعي، سيد حجاب، محمد الحلو او علي الحجار، في كده اعمال كتير جدا لو قعدنا نعدها مش هيسعنا الوقت. يعني عايز اعرف من حضرتك سر عبقريه عمار الشريعي لما بتسمع مزيكا وهي مختلفه بس تبقى عارف ان دي عمار الشريعي. سر عبقريه عمار الشريعي في نظري انه هو كفنان موسيقي قدر يستوعب ويفهم ويعني ويختزل كل الموسيقى العربيه اللي انتجت قبله، ويقدم بقى شخصيته. يعني هو يعني من اول عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان، هو يعني شغوف بالموسيقى العربيه ويعني متابع كل نتاجها وفاهم ايه اللي حصل في تاريخها. فهو استوعب كل ده وقدم بقى تجربته الخاصه اللي هي مش من منعزله او منفصله عند عما قبله يعني. وطبعا شرقيته يعني يعني احنا لما نشوف ان هو مثلا لما قرر يعمل فرقه شبابيه سنه 80 فرقه الاصدقاء، كان وقتها في فرق موسيقيه كتير ظهرت زي الفور ام والجيتس والمصريين، بس كانوا بندات غربي اكتر. هو عمل فرقه شرقي يعني عمل فرقه بتقدم هموم الشباب والمراهقين وبتقدم اغاني قريبه الى المونولوج الفكاهي ولكن في اطار شرقي. يعني مثلا اغنيه المضاد يوم بعد يوم، يعني مثلا اغنيه الحدود واحنا فايتين على الحدود، مين يصدق انه الشباب بيغنوا بالطريقه الشرقيه الجميله دي يعني، وفي نفس الوقت اللي هي قريبه لروح الشباب. صحيح. عايزين نتكلم معاك عن نشأته الفنيه، مين اللي ساهم في صناعه عمار الشريعي؟ الحقيقه هتكلم عن نشأته الفنيه، بس حبيت اصوب حاجه جت في التقرير. هو شائع على الانترنت ان هو قدم 150 لحن. الحقيقه الاستاذ عمار الشريعي يعني بيلحن من سنه 74 من اول اغنيه امسكوا الخشب لحد مثلا مسلسل شيخ العرب همام 2010، على الاقل 500 لحن قدم الاستاذ عمار الشريعي، اغنيه فرديه او اغاني مسلسلات او لاخره، لكن 150 لحن. شكرا طبعا على توضيح وتصحيح. هو لحن لوماديه لوحدها 22 لحن، فازاي يبقى كل النتاج في الالحان 150 لحن؟ مش منطقي يعني. نعم. نشأته هو طبعا يعني من في صملوط، نشأ ولد في صملوط ومن عيله يعني نقدر نقول برجوازيه يعني. يعني اتعلم، دخل مدرسه اللي هي عفوا مدرسه المركز النموذجي للمكفوفين، ودي مدرسه كانت يعني مهمه جدا لانها متخصصه في العنايه بالمكفوفين، وكانت بتدرب النشء انه يعني يشوفوا مين عايز يطلع مثلا يعني حرفي يعمل حاجات حرفيه، مين اللي عايز يطلع مثلا موسيقي، مين اللي عايز يطلع ايه، فينموا الموهبه دي عنده. فهو درس فيها وتعلم فيها المزيكا، تعلم فيها المزيكا، تعلم البيانو، وبعدين اتعلم العود هو. فطبعا هو البيانو دي الاله الاساسيه في الموسيقى الغربيه والعود الشرقيه، فهو قدر يعني يفهم يتذوق الاثنين، الموسيقى دي والموسيقى دي. بعد كده هو حب الاكورديون وتعلم الاكورديون ودخل جامعه عين شمس، تخرج في كليه الاداب عين شمس، تخرج سنه 70، ابتدى يروح معهد الموسيقى العربيه في رمسيس يقدم نفسه كعازف اورج لو في فرقه عايزه تستعين بيه، وفعلا بدا. وسنه 71 عبد الحمدي ويرا سمعوا في المعهد، اخذوا قدموا للاذاعه واعتمد كعازف اورج في الاذاعه سنه 71. وقتها دخل فرقه الموسيقار صلاح حرام، الفرقه الذهبيه، كعازف اكورديون، وبعدين نقل من الاكورديون للاورج. الاول قبل ما ينقل كان بيعزف الاثنين سوا. يعني في ليه حفلات موجوده على اليوتيوب قديمه في السبعينات، حاطط الاورج معلقه في رقبته والاكورديون اسف وقدامه الاورج، يجي سولو اورج يعزفه، يجي سولو اكورديون يعزفه. دي كانت يعني مرهقه قوي
يعني بالنسبه له. وبعدين نقل هو تحول لعزف الاورج واستقر على الاورج من سنه نقدر نقول 72. واول اغنيه سجلها اورج كانت العيون السود مع بليغ حمدي ورده الجزائريه. اول غنوه ترجع بيها سنه 72 التسجيل الاستوديو بتاع الاغنيه الاستاذ عمار الشريعي اللي بيعزف فيها. بعدين في الحفلات كان الاستاذ هاني مهنا مع الفرقه المسائيه. عزف كمان يعني طيب يا صبري طيب، عزف السولو الاورج بتاعها عبد المنعم مدبولي، كمال الطويل فيلم مولد يا دنيا، عزف في السولو الاورج بانو بانو سعاد حسني وكمال الطويل. سنه 74 امنت المطربه مها صبري بموهبته لانه كان بيعزف وراها في فرقه صلاح الرام، وقدم لها لحن امسكوا الخشب يا حبايب، حقق نجاح كبير جدا. لكن للاسف ما فيش مطربين او مطربات تانيين طلبوه في التلحين لحد ما اتفتحت له طاقه القدر سنه 78 واقتنعت بموهبته النجمه الكبيره المطربه العظيمه شاديه ولحن لها اقوى من الزمن، وكانت عمل عظيم الحقيقه مصطفى الدمراني. هي كانت مستوحاه من قصيده للشاعر الفرنسي لامارتين وطني ايها الطفل الصغير، ودي نفس القصيده اتعملت فيروز عملتها في قهوه عن مفرق الأخوة رحباني استلهموا كلماتها برضه. عمل لشادية بعد كده أغاني فيلم الشك يا حبيبي، نعمل إيه ونسوي إيه، وأكتر من أغنية، وعمل لها أغاني لمسلسل الأطفال للإذاعة بلغ عدد، وأغاني فيلم لا تسألني من أنا لحد ما كان بلغ عدد الألحان لشادية 22 لحن. طبعا إن كنت ليا وأنا ليك، ليه كل مرة، أغاني كتير يعني الحقيقة عظيمة يعني. طبعا. وبعدين عمل الأصدقاء سنة 80 بقى. الأصدقاء بقى. نعم. عمار الشريعي لما بنتكلم على ألحانه، هو كان موجود في وقت لسه الجمهور ما بين الموسيقى اللي متعودين عليها كلاسيكية جدا أو الموسيقى اللي كان وقتها الجيل ده متعود عليها وعايش بقى مع نجوم كبار جدا، وما بين الجيل جيل الشباب بقى شوية اللي بيميل للحداثة والموسيقى اللي رتمها أسرع شوية. مع كل ده هو قدر يمسك الاتنين، يعني حتى واحنا بنسمع التترات لو هنتكلم بقى على ارابيسك بقى، رأفت الهجان، زيزينيا، حديث الصباح والمساء، يمكن دي حاجات شويه مش قديمه قوي لكن تيمه التتر نفسه يعني تقيل. وبعد كده فرقه الاصدقاء مع منى عبد الغني، حنان، علاء عبد الخالق، لا دي حاجه جديده بقى خالص. وقدر ينافس بالمناسبه في الوقت ده، وقدر يدخل يعني لشباب كتير قوي في الوقت ده، وكان وقتها كان تحدي صعب. نعم نعم. ازاي قدر يعمل ده بقى؟ بروحه هو يعني بفكره هو الموسيقي. يعني زي ما انا قلت قبل كده هو تشبع بكل النتاج الموسيقي. طيب التعليقات اللي كانت موجوده على عمار الشريعي في الوسط الفني في هذا التوقيت، فكره انه موسيقار يقدر يتنقل بيك من عالم لعالم تاني مختلف تماما، خاصه التحدي الموسيقي، لا بيبقى فيه تحدي، يعني بيبقى احنا عندنا شويه موانع ان احنا نتقبل نوع موسيقى جديد، وخاصه في الوقت ده يمكن دلوقتي في انفتاح شويه عن زمان. كانت التعليقات، كانت الرؤيه لعمار الشريعي كانت ايه؟ لا هو في الفتره اللي ظهر فيها الاستاذ عمار كانت توفت السيده ام كلثوم، وتوفى فريد الاطرش، توفى عبد الحليم حافظ، تحديدا 77 بعد وفاه عبد الحليم حافظ ظهرت كل الفرق الموسيقيه الحديثه اللي احنا ذكرناها من شويه. مش كلها عايزة. فبقى مش كلها في انفتاح على شكل موسيقي، حتى مثلا نجاه الصغيره غنت لهاني شنوده انا بعشق البحر وبحلم معاك، يعني فايزه احمد غنت على وش القمر توزيع هاني شنوده، يعني حتى المطربين الكبار ابتدوا يدخلوا يعني يساهموا في ده. ظهر محمد منير، ظهر يعني علي الحجار طبعا كان موجود من سنه 77، وعلي الحجار ليه طبعا تجربه خصوصيه جدا مع عمار الشريعي. صحيح. نقدر نقول عمار الشريعي يعني لمع اسمه قوي، يعني توهج اعتبارا من مسلسل الايام في بدايه الثمانينات، قصه الدكتور طه حسين مع علي الحجار وسيد حجاب الحقيقه يعني. نقدر وبعدين وقبليه كان في بابا عبده طبعا، ابناء الاعزاء شكرا طبعا. عايز اقول يعني يمكن في حاجه الناس مش واخده بالها منها، هو اللي اكتشف فردوس عبد الحميد كمطربه، يعني قدمها كمطربه بابا عبده، غنت اغنيتين. ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. غنت اغنيتين في بابا عبده، عمل لها ليله القبض على فاطمه الاغاني، عمل لها عصفور النار يعني، فهو كان مقتنع بيها بصوتها يعني. وهي كانت بتادي بشكل جيد جدا الحقيقه يعني. وطبعا ما نقدرش يعني نغفل تجربته الكبيره العظيمه مع الفنانه المطربه الكبيره ورده في اغنيه قبل النهارده، دي اغنيه مدتها ساعه تقريبا، اغنيه طرب طويله، وكان بيتحدى بيها لاول مره يقدم الاغنيه المطوله اللي بالشكل ده، والحقيقه حققت نجاح كبير. وكان كاتبها الشاعر عبد الرحمن الابنودي مهر زوجته الاعلاميه نهال كمال، دي كانت مهرها يعني.
بعدين كتب لها يعني طبعا احباب برضو عبد الرحمن الابنودي وعمار الشريعي وموشح ليلي طول، فكان ليه تجربه جيده جدا مع ورده الجزائريه. وكمان كان ليه تحرك مهم جدا في دعم ذوي الهمم من فاقدي البصر. طبعا اكيد في يعني محاولته للتواصل مع المؤسسات الغربيه لعمل نوتة بلغه برايل او بطريقه برايل عشان يساعد كمان الموهوبين من المكفوفين. اكيد اكيد طبعا هو يعني حاسس بده، واحنا يعني يمكن احنا بنقول بنطالب برضو علشان ترجع حصه الموسيقى ثاني في المدرسه، يا ريت يعني ترجع حصه الموسيقى في كل مدارس مصر علشان يعني الناس تتذوق الموسيقى طبعا. صح ويقدروا نطلع نتاج موسيقي مشرف باسم مصر وباسم تاريخها الموسيقي العظيم يعني الارث بتاعنا يعني. طبعا. طيب استاذ محمد، ايه الحاجه او ايه القصه او ايه المعلومه اللي مش ناس كتير تعرفها عن موسيقار الكبير عمار الشريعي؟ يعني اعماله معروفه كلها بس ايه اللي الناس ما تعرفوش عنه؟ انت من ناحيه ايه سعاد؟ ممكن تحكي لنا موقف الموسيقار راح لعمار الشريعي، لو تحكي لنا قصه عن عمل معين، كواليس عمل معين. الحقيقه هو حكى مره ان هو بيدين بالفضل في مساله دخوله عالم الموسيقى التصويريه للافلام للمخرج محمد فاضل، انه محمد فاضل هو اللي اقتنع بيه وطلبه يعمل له موسيقى حب في الزنزانه. هو اللي طلبه يعملها، فقال له ازاي انا احط موسيقى تصويريه للفيلم وانا مش شايفه؟ فقال له تعالى نقعد هشغل لك الفيلم على المافيولا وتسمع الصوت بتاع الفيلم وانا هشرحك المشهد وتعبيرات وش الممثلين ايه بتقول ايه وانت تحط التصور الموسيقي. فهو الحقيقه يعني عشان كده هو بيحب قوي محمد فاضل ودايما معاه في الدراما التلفزيونيه بتاعته، يعني دايما تلاقيه مع محمد فاضل يعني من اول طبعا ابناء العزاء شكرا يعني. كان في ثنائيه ثانيه جمعته بعمنا سيد حجاب، هل ده كان السبب في نجاح تترات المسلسلات؟ اكيد طبعا اكيد. انا عايز اقول لك انه حكى مره الاستاذ عمار الشريعي انه كانوا بيعملوا مسلسل الايام وكان الاستاذ سيد حجاب مسافر وما كتبش النصوص، وهو قال للشركه المنتجه اللي هيكتب الاغاني سيد حجاب واداها لي وانا بلحنها، وكانوا المفروض عايزين يستلموها في اقرب وقت وما كانتش اتكتبت ولا اتلحنت. فلما رجع الاستاذ سيد حجاب يعني بيحكوا كانوا اتنين في لقاء تلفزيوني مع بعض، فالاستاذ عمار الشريعي كان عنده الم في ظهره فبقى ينام على ظهره على الارض ويمسك العود واللي يكتبه الاستاذ سيد حجاب يقوله له وهو يلحنه يعني فورا يعني. وانجزوا العمل في ايام يعني، الالحان العظيمه دي اللي احنا سمعناها اتكتبت بشكل مش على عجل يعني، نقدر نقول على عجل بس برضو باتقان لانه طبعا يعني ملحن استاذ كبار طبعا عظيم طبعا والشاعر كبير سيد حجاب، فعملوها في وقت قصير جدا وسلموها في وقت مناسب والحقيقه عايشه لحد النهارده يعني. طبعا دي حقيقة قامات كبيره، قامات فنيه كبيره جدا، واحنا بنتكلم على اسامي كبيره جدا قدرت انها تثري الفن المصري باعمال لحد النهارده عايشه، يعني سنين كتير جدا، اجيال كتير جدا عدت عليها لحد النهارده عايشه وسطنا، ولحد النهارده بنتعجب ازاي ده قدر يحصل. لما بنتكلم تحديدا على قيمه زي قيمه الاستاذ العبقري عمار الشريعي، تحدى الاعاقه، تحدى الظرف اللي هو محطوط فيه، قدر ان هو يساعد كمان ذوي الهمم، يعني حالة فنية وإنسانية فريدة لن تعوض. لكن دايما بنقول مصر ولادة، لكن هيفضل هو بالنسبة لنا زي ما نقول ريفرنس أو يعني نموذج طول الوقت نرجع نبص عليه ونفتكر إن إحنا عندنا قيمة زي دي عايشة معانا بفنها لحد النهاردة. بنشكرك جزيل الشكر طبعا أستاذ محمد ديمة. أنا عايز أقول حاجة برضو جميلة يعني، مراد ابن الموسيقار عمار الشريعي ظهر قريب وقال انه في تسجيلات لسه ما خرجتش النور الاستاذ عمار الشريعي، يعني اغاني اتسجلت وما اتذاعتش موجوده في الاستوديو بتاعه بيحتفظ بيها، فده خبر جميل طبعًا. ممكن قريب نسمع الحان لاول مره نسمعها لعمار الشريعي. احنا يعني بنستاذنه ان هو يخرج التسجيلات دي. نشكرك طبعا، شكرا جزيلا، نورتنا في استوديو صباح الخير يا مصر. شكرا كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.